بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده ديربي افريقي جديد من نوع خاص في مواجهه الذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين نادي الاهلي الكبير وشقيقه الترجي التونسي على استاد رادس في مباراه صعبه جدا 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 على الفرقتين. دايما مباريات نادي الاهلي ودول شمال افريقيا مباريات ديربي، ديربي افريقي عربي. عودنا كده النادي الاهلي في اي حته بيلعب فيها بيبقى ماتشاته خصوصا مع دول شمال افريقيا ديربي من النوع التقيل. كمان قبل ما اروح للماتش واتكلم الكلام الفني بقى، هنتكلم كلام كتير جدا النهارده، وهنتكلم عن الترجي وظروف الترجي والنادي الاهلي والاصابات والغيابات هنا والغيابات هنا وايه اللي هيعمله مستر كولر وايه اللي هيعمله نبيل معلول. عايز اقول كلام كتير جدا، بس قبل ما اقول الكلام الكتير جدا اللي هو بفتخر انا وغيري من الاهلاويه ان انا منتمي فعلا للنادي الاهلي. عايز اشكر لان انا في اوقات كتير احيانا بقصه، بس بقصه في الحق. بشكر كابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ان هو زي ما احنا كنا بنقول الاسبوع اللي فات في مباراة كده ملهاش اي لازمة في النص يا ريت تتأجل، مباراة حرس الحدود، وفعلا الكابتن عامر حسين مشكورا اجل مباراة حرس الحدود للنادي الاهلي علشان ماتش الترجي في نصف النهائي النهاردة في رادس. وزي ما بقول لحضراتكم بقصف بعض الأحيان أو بطالب بقسوة شوية لأن في الحق، أنا برضو ما يفوتنيش أن أنا أشكر الكابتن عامر حسين على تجاوبه وأن هو أجل مباراة للنادي الأهلي اللي هي مباراة حرس الحدود اللي كانت محطوطة قبل سفرية الترجي مباشرة. طبعا بتكلم عن الكابتن عامر حسين يبقى أكيد بنتكلم عن رابطة، وبشكر رابطة الأندية اللي هي وقفت مع النادي الأهلي وتجاوبت ب تأجيل مباراة حرس الحدود. وعلى فكرة لو كان أي حد تاني في مكان النادي الأهلي كنا برضو هنطالب بالكلام ده. نرجع بقى لانتماء الواحد للنادي الأهلي. أنا واحد من الناس فخور جدا 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 إن أنا أهلاوي. ناس كتير جدا زي ملايين الملايين اللي بينتموا للنادي الأهلي فخور جدا بإنجازات النادي الأهلي. أنا عن نفسي فخور جدا بجماهير النادي الأهلي، فخور جدا بمجلس إدارة النادي الأهلي، فخور جدا برئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. هتقول لي إيه المناسبة لكده؟ هقول لك من غير أي مناسبة، بس تعالوا نشوف بقى. أنت مجرد انتمائك، مجرد انتمائك للنادي الأهلي فخر ما بعده فخر. فخر ما بعده فخر. أنت بتتكلم على كيان عظيم، بتتكلم عن قلعة، قلعة من قلاع الرياضة في العالم، مش في مصر بس، مش في أفريقيا بس. تعال أقول لك قلعة ليه. نادي الأهلي نادي كبير جدا جدا وكان عظيم، عريق، تاريخ، مبادئ، قيم، إنجازات لا حد لها ومحدش عملها ولا حد هيعملها. خلينا بس متفقين في الأول، مش في الكرة بس، مش في الكرة بس، أنا بتكلم على الرياضة بصفة عامة، الرياضة المصرية. النادي الأهلي خير سفير، خير سفير لمصر على جميع الأصعدة الرياضية. أيوة يعني هتكلم برضو هتكلم بتوسع شوية لأن في ناس بتقعد تهاجم وناس ملهاش في أي حاجة بس ليها أغراض معينة إن هي تهد في النادي الأهلي، تهاجم مجلس إدارته، تهاجم الفرق الرياضية. النادي الأهلي بيصير في شقين، طريق إنجازات رياضية وطريق الإنجازات الاجتماعية والبنية التحتية. يعني تحقيق البطولات ده إنجازات رياضية مش على مستوى مصر بس، لا على مستوى مصر وعلى مستوى أفريقيا، وصلنا كمان للعالمية في أكتر من لعبة. خلي بالكوا الإنجازات الرياضية ديت في بعض الأندية ده لو حصلت يعني ما بتحصلش غير في النادي الأهلي بيخليك تنسى دور مهم جدا 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 اللي هو دور إيه بقى؟ الدور الاجتماعي والإنشاءات والبنية التحتية.
ده يعني يقول لك كفايه الانجازات دي عامله لنا يعني صيت صيت ولا الغنى زي ما بيقول. ولكن النادي الاهلي ماشي في الشقين، وده طول عمره على فكره، طول عمر سكه النادي الاهلي كده، بطولات وبنيه تحتيه، وطبعا لان في اعضاء النادي الاهلي حدث ولا حرج، ملايين الملايين زي ما حضرتكم عارفين. فشفنا الفتره اللي فاتت ان كان في اعلان عن افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس في اول شهر يونيو القادم باذن الله، يعني بالضبط بعد 18 يوم. فعلا فرع يعتبر مفخره للنادي الاهلي، مش مفخره للنادي الاهلي في مصر، مفخره للانديه في مصر. فرع متكامل، يمكن لو حضراتكم هتشوفوا طبعا اكيد اللي تم انجازه حاجه تدعو للفخر، حاجه تخليك وانت يعني حاطط رجل على رجل فخور انك اهلاوي، لان النادي الاهلي دايما النادي الاهلي يبحث عن التطور، يبحث عن الجديد. الاهلي نادي اوروبي موجود في افريقيا. على فكره ده مش كلامنا، ده مش كلامنا او مش كلامي، ده كلام ناس كتير جدا 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 اتعاملوا مع النادي الاهلي من بره مصر. حتى يعني انا كان ليا سنين كتير في الغربه، الناس اللي بره بيحسدونا كاهلاويه ان احنا منتمين للنادي الاهلي، بيحسدونا على اللي فيه النادي الاهلي، مش انجازات رياضيه بس. يعني انا قابلت ناس في الغربه كانوا بيتكلموا مثلا عن فرع اهلي مدينه نصر، عن فرع اهلي الجزيره، عن الحاله اللي عليها الناديين كناحيه اجتماعيه، ما بيتكلموش على ارقام، ما بيتكلموش على بطولات، ما بيتكلموش على انجازات رياضيه، لا بيتكلم على النادي نفسه، الفرع نفسه، الفروع نفسها. وكانوا بيسالوني انتوا عندكم كام فرع؟ طب والفروع كلها شبه ده؟ طب الفروع كلها فكنت اقول لهم ده في فروع يعني كل واحد احسن من الثاني. الجديد بقى فرع النادي الاهلي في التجمع. فرع النادي الاهلي في التجمع وانت مغمض كده في كل حاجه. في كل حاجه. كل حاجه يتمناها الاعضاء موجوده في فرع النادي الاهلي في التجمع. حد بيعمل الانجازات الاجتماعيه ديت والبنيه التحتيه دي زي النادي الاهلي؟ مفيش. جنب الانجازات الرياضيه والبطولات والارقام القياسيه اللي بيحققها النادي الاهلي، في حد تاني ماشي على نفس الخط؟ علشان بس الناس اللي كانت بتهاجم مجلس الاداره في بعض الاحيان تقول لك لا ده قبل كده كان مش عارف ايه، قبل كده ايه؟ روحوا بصوا على الانديه، احنا معانا على الشاشه اهو فرع التجمع. فخر، فخر، مش فخر لمصر بس، فخر لافريقيا والشرق الاوسط. النادي الاهلي نادي متكامل رياضيا واجتماعيا. انا صراحه واحد من كغيري من الاهلاويه فخور بالتمسك بمبادئ النادي الاهلي، فخور بان انا واحد من جماهير النادي الاهلي، فخور ان انا في يوم من الايام كنت لاعب في النادي الاهلي، فخور ان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الرياضيه في مصر وافريقيا دايما دايما حاطين حاجه واحده بس قدام عينيهم، مصلحه الوطن ومصلحه النادي الاهلي قبل اي حاجه خالص. هو ده النادي الاهلي طول عمره، وهو ده شعار وهدف المسؤولين اللي بيقعدوا على كراسي مجلس الاداره. لو قعدت اتكلم كتير جدا 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 عن سر فخرنا بالنادي الاهلي ممكن اقعد حلقات وحلقات. اللي عايز اقوله، اللي عايز اقوله في الاخر، لما حد يتكلم عن النادي الاهلي ابتسم بس بحاجه، يعني بيحاول يبقى مغرض، يعني ليه اغراض ان هو عايز يهمدك، عايز يقول لك لا ده النادي الاهلي ده ناقصه كذا، ابتسم بس. ليه بقى؟ لانه لما بيتكلم عن النادي الاهلي تعرف ان هو بيقصد العكس تماما، يعني هو عايز يهمد، انما هو عارف في قراره نفسه ان النادي الاهلي ده في حته تانية كبيره قوي 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 قوي، بينه وبين اللي بعده الاف السنين. ده بالنسبه للانجازات الرياضيه وعلى مستوى الانشاءات والبنيه التحتيه. فخور جدا بانتمائي للنادي الاهلي زي ما كل جماهير النادي الاهلي فخوره جدا بانتمائها للنادي الاهلي، وزي
ما شفنا انجازات رياضيه وارقام اتحققت وبتتحقق ولسه هتتحقق، وكذلك انشاءات رياضيه عظيمه، وفي اللي جاي كمان. يعني بعد فرع التجمع مستنيين بقى حاجه كبيره قوي 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 اللي هتفرحنا كلنا، استاد النادي الاهلي. ان شاء الله دي الخطوه اللي بعد فرع التجمع باذن الله. نروح بقى لماتش النهارده. ماتش النهارده برضو جزء من فخر الواحد ان هو اهلاوي. ده يبين لك ايه؟ اولا النادي الاهلي دايما متواجد في المحافل القاريه ومثل للكره المصريه. لو بصينا بقى على البطولات، احنا وصلنا لايه؟ للدور قبل النهائي. للدور قبل النهائي فين؟ في بطوله افريقيا الانديه، ابطال الدوري. حتى على مستوى البطولتين، سواء بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري او الكونفدراليه، هو النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا، هو اللي مكمل. هتقول لي بطل افريقيا بالارقام؟ بطل افريقيا بالارقام، بطل افريقيا. النادي الاهلي النهارده عنده مباراه صعبه جدا جدا جدا، لان الخصم مختلف. الخصم مختلف، خصم فريق ليه باع كبير جدا على المستوى الافريقي والمستوى العربي طبعا، وهو الترجي التونسي. لما نيجي للارقام هتلاقي في تفوق من النادي الاهلي على فريق الترجي في مجموع المباريات. النادي الاهلي كمان متفوق على المستوى الافريقي من حيث الانجازات والبطولات. حتى المواجهات بقول لحضراتكم اللي بين النادي الاهلي ونادي الترجي تصب في مصلحه النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي عنده بعض التفوق على كل الانديه التونسيه. يمكن كان في مقوله شهيره للمعلق التونسي عصام الشوالي، كان بيقول ايه؟ كان دايما هو بيعلق على الاحداث ما بين النادي الاهلي والانديه التونسيه، ودايما المكسب او في معظم الاحيان غالبا يعني المكسب بيبقى لصالح النادي الاهلي. فهو كان ليه مقوله شهيره كان بيقول لك ايه؟ لولا تواجد الاهلي في البطولات الافريقيه لكان الانديه التونسيه شان اخر. ده معلق تونسي بيتكلم على النادي الاهلي، بيتكلم على الانديه التونسيه، فبيقول بصراحه لولا وجود النادي الاهلي في البطولات الافريقيه لا كان زمان الانديه التونسيه في حته تانية، لان النادي الاهلي قلعه البطولات. النادي الاهلي خلينا نتكلم على ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي يوم بعد يوم. النادي الاهلي على مستوى بطوله افريقيا المره 19، المره 19 اللي بيوصل فيها النادي الاهلي للدور قبل النهائي، والمره الرابعه على التوالي بيوصل النادي الاهلي في البطوله الافريقيه للدور قبل النهائي. هي من الناحيه الفنيه المباراه خارج التوقعات، لان المباراه بين فرقتين كبار في قاره افريقيا. لو اتكلمنا بقى عن غيابات، ما الغيابات هنا والغيابات هنا. النادي الترجي اللي الجماعه اللي بتتكلم ان النهارده نادي الترجي هينقصه كتير، والنادي الاهلي برضو بينقصه كتير. نادي الترجي كسب في وجود غيابات كتير عنده قبل كده. هتقول لي عنده اهم سلاح النهارده بيغيب عنه اللي هو سلاح الجمهور. الجمهور عنصر فعال جدا 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 في دول شمال افريقيا، ولكن حصل قبل كده، دي مش أول مرة على فكرة نادي الترجي يلعب بدون جمهور، وكسب بدون جمهور، وخسر في حضور الجماهير. لو نفتكر حضراتكم، تعالوا بس نرجع بالذاكرة سنتين كده ورا شوية. نادي الترجي التونسي دي تاني مرة يلعب فرق مصرية في نفس البطولة. قبل كده لاعب الزمالك، و المرة دي بيلاعب النادي الاهلي في نفس البطولة. الكلام ده حصل 2021 نادي الترجي لاعب نادي الزمالك ولاعب النادي الاهلي في نفس البطولة. دي تاني مرة نادي الترجي بيوصل للدور قبل النهائي، لاعب الزمالك في دور المجموعات، والمرة دي بيلاعب النادي الاهلي. عوامل كتير جدا 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 النهاردة اكيد في حسابات مستر كولر ولاعيبه النادي الاهلي. في كلام بيتقال، يمكن الكابتن سامي قمصان
رد عليه. يعني في كانت نغمة في الصحف التونسية إن المباراة صعبة على نادي الترجي التونسي. المباراة صعبة لأن نادي الترجي التونسي بيمر بظروف صعبة جدا 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 الفترة دي، بيغيب عنه خمس ست لعيبة مهمين، بيلعب من غير جمهور، حتى الماتشات عموما أو أداؤه في الماتشات في الدوري المحلي أداء هزيل، النتائج مش في صالحه. ولكن تبقى دائما مباريات الأهلي والترجي خارج نطاق أي مقاييس. مباراة بقول لحضراتكم ديربي مهما كانت الغيابات، وحصل قبل كده، حصل كتير ان الترجي كسب بدون جمهور وخسر بجماهير. فمباراة صعبة، صحيح مش هننكر النهاردة بيغيب مجموعة عن نادي الترجي، مجموعة مؤثرة، عندك حمدو الهوني، معز بن شريفية الجول اللي أصيب وهو بيسخن الماتش اللي فات في الدوري المحلي، غيلان الشعلالي، ولكن في لعيب رياض التونسي الرياض الجزائري، ولكن في لعيبه مميزه في الترجي ولعيبه مؤثره جدا 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 هتلعب النهارده. محمد علي بن رمضان لاعب مميز للغايه، محمد علي بن حموده، ياسين مرياح ورا، محمد امين توجاي، الليفت باك محمد بن حميده، معتز بن صدق، يعني عندهم لعيبه وعندهم بدائل مميزه. ممكن يكون الخبره ناقصهم شويه لان معظمهم شباب، ولكن المباراة لا مش سهلة. المباراة مش سهلة. يمكن امبارح شفنا تصريحات مستر كولر، شفنا الشناوي. مستر كولر والشناوي أكدوا على صعوبة المباراة. وطبعا قالوا إن نغمة إن الماتش سهل ديت وإن الترجي عنده غيابات، لا. يعني مش هتخش علينا لو ليها غرض يعني. فاحنا مركزين ان احنا النهارده عايزين نعمل نتيجه ايجابيه. ممكن النهارده في بعض اللعيبه مؤثره فعلا في فرقه الترجي. تفكير بقى مستر كولر النهارده، هل هيباغت الترجي ويستغل الظروف بتاعه غياب الجماهير، واحنا عارفين الجماهير في تونس ودول المغرب العربي شكلها ايه، فبتبقى السلاح رقم واحد لانديه شمال افريقيا، بيغيب عنه احد اهم اسلحته النهارده وهي الجماهير. غياب الجماهير في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. ولكن من الناحيه الثانيه بقى، تعالى احنا بنبص على النادي الاهلي بس نبص على الترجي. المباراه دي جايه لعيبه الترجي ونبيل معلول المدير الفني يعني مستنيينها فارغ الصبر. ليه بقى؟ هو عايز يخرج شويه من اللي هو فيه، عايز يستعيد الثقه، عايز يستعيد ثقه جماهيره مره اخرى، عايز اللعيبه نفسها وهو نفسه يستعيد الثقه مره اخرى بعد النتائج الهزيله اللي حصلت في الدوري المحلي الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. فهو عايز يفوق، فمستني ماتش النهارده بفارغ الصبر. دي تديله دوافع. هو عنده غيابات كمان مهمه، الجمهور عنصر اساسي، ولكن هو عايز يطلع من اللي هو فيه، فمستني ماتش النهارده بفارغ الصبر، فدي هتزود الدوافع عند اللعيبه. بالتالي على الجهه الثانيه النادي الاهلي عايز يوصل للفاينل. النادي الاهلي بيبص الماتش النهارده ولكن هو عينه على الفاينل. النادي الاهلي عايز يعوض السنه اللي فاتت اللي راح منه بطوله افريقيا فيها بسبب بعض الظروف، منها ظروف خارجه عن الاراده. فالنادي الاهلي بيبحث عن اللقب رقم 11 ان شاء الله. دي خطوه النهارده، خطوه. بس خلينا اتكلم برضو بصوره اوقع. قبل كده لعبنا الترجي كتير جدا هنا، ويمكن كنا بنقول ايه، اهم حاجه ما يخشش فينا جول، زي ما قال مستر كولر امبارح في الاجتماع مع اللعيبه، انا عايزكم اهم حاجه تحافظوا على نظافه الشباك حتى لو ما جبتوش جوال. بس انا يعني ما بحبش قوي، خصوصا مع الانديه التونسيه والمغربيه، نتيجه 0-0 بره دي. لو تقدر تكسب تبقى حلوه قوي، يعني يبقى ايه، مش هقول حسمت الامور، ولكن حطيت رجل لسه، لان الحسم دايما في الماتش الثاني مهما كانت النتيجه. الحسم دايما بيبقى في المباراه الثانيه، سواء المباراه هنا او المباراه بره. الحسم مش هيبقى النهارده، ولكن مع الانديه التونسيه والانديه المغربيه برضو 0-0 مش مريحه. يعني انا اتمنى، لان احنا طبعا غير اوروبا، اتمنى لو في تعادل
يبقى تعادل ايجابي. تعادل ايجابي هيبقى في صالحك احسن من 0-0. كان في مقوله كده للكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، يعني من اعظم مدربين المصريين، كان يقول لك يعني اسوأ نتيجه ايجابيه تعملها بره 0-0. اسوأ نتيجه ايجابيه تعملها بره هي 0-0، لان ممكن تيجي هنا على ارضك غلطه فريق جاب جول، انت علشان تخش في اجواء المباراه تاني لازم تجيب جولين وتكسب، فلازم تجيب جولين مش جول واحد بس. وما زالت عمليه الهدف خارج الارض في حاله التعادل بهدفين لسه موجوده عندنا في البطوله الافريقيه. فاتمنى النهارده طبعا نتمنى اول حاجه ان الشباك تكون نظيفه، ولكن تمني الاكبر احنا دايما طماعين، جمهور النادي الاهلي دايما طماعين، لو نقدر نجيب جول بره ان شاء الله رب العالمين، حتى لو ادى الامر للتعادل، ولو اني انا دايما متفائل ان النادي الاهلي ممكن يكسب النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ولو نفتكر حضراتكم في 2021 اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليها، نادي الترجي كسب في دور المجموعات النادي الزمالك رايح جاي، وخسر من النادي الاهلي رايح جاي بعد كده في الادوار النهائيه، خسر 1-0 في تونس وخسر 3-0. فالنهارده ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق لمستر كولر في اداره المباراه، ونتمنى التوفيق للاعيبه النادي الاهلي جوه الملعب. نروح هي مواجهه صعبه جوه الملعب، وهو مواجهه صعبه جدا كمان خارج الخطوط ما بين مستر كولر ونبيل معلول، ويمكن اتنين مديرين فنيين من عيار التقيل. ده بيمر بافضل مراحل النادي الاهلي الفنيه الفتره اللي فاتت، وده بيمر ببعض الصعوبات، ولكن تبقى المباراه دائما داخل حدود الملعب ليها كلام تاني. دايما الفرق الكبيره ما بتبصش على ايه اللي كان قبل المباراه، حالتهم الفنيه قبل المباراه، ده بالعكس، ده احيانا بيكون حتى اثناء المباراه فرقه ماشيه كويس، ولكن تلاقي الفرقه اللي اقل شويه فنيا في المباراه هي اللي بتكسب. ده دايما اللي بيحصل ما بين الفرق الكبيره، مش شرط حتى اللي في الملعب لو هو الاحسن هو اللي بيكسب، ولكن الاكثر توفيقا هو اللي بيكسب. النهارده الفرقتين عندهم نفس الدوافع للمكسب، لان الفرقتين عايزين يوصلوا للنهائي. نادي الاهلي عايز ياخدوا خطوه قويه جدا بعبور ماتش الترجي النهارده وماتش الاياب ان شاء الله، ويتاهل للنهائي، لانه بيدور على عنده اهداف كبيره ثانيه، عنده اهداف ثانيه، بس نخلص ماتش النهارده، واكبر هدف الحصول على البطوله رقم 11 ان شاء الله. ماتش النهارده ماتش صعب زي ما قلت لحضراتكم، في بعض الغيابات، حمدو الهوني ورياض بن عياد ومعز بن شريفيه عناصر مؤثره، وغياب الجماهير عنصر مؤثر، ولكن في نفس الوقت هم مستنين المباراه بفارغ الصبر عشان يثبتوا ان الترجي مازال هو زعيم الكره التونسيه، وتديله الثقه مره تانية، وانه يوصل للنهائي طبعا، لان ده هدف برضه. ما طالما وصلت ليه قبل النهائي انا عندي هدف اكبر، ان انا اعدي الماتشين دول واوصل للنهائي، وده هدف النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب كل مباريات، ودي ميزه كويسه جدا 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 عند مستر كولر، وشفناها حتى في كاس العالم للانديه، كان بيلعب مستويات عاليه جدا، ولكن بيلعب لعب مفتوح وبيهاجم ويدافع ويهاجم وساب المباراه مفتوحه. ولكن اعتقد النهارده مستر كولر ليه فكر تاني، ليه فكر تاني. ناس تقول ممكن يلعب بثلاثة في نص الملعب، ناس تقول لك طب ليه يلعب بثلاثة النهاردة في نص الملعب، ما يستغل غياب الجماهير ويستغل غياب بعض العناصر المؤثرة ويلعب باثنين بس في نص الملعب، ويكمل الزيادة الهجومية ويلعب قفشة القندوسي، المهم ثلاثة ما لهمش لازمة في نص الملعب، أنا عايز أكسب. وممكن تلعب بثلاثة في نص الملعب برضو الطريقة تبقى هجومية، وشفناها كتير جدا 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 مع مستر كولر بالذات، لما كان بيلعب حمدي فتحي، وحمدي فتحي كان له دور هجومي اكتر من الدور الدفاعي، لانه كان بيتقدم كتير جدا جدا مع راس الحرب. ولكن النهارده فكر كل واحد مختلف، ولكن يبقى الهدف واحد، ان الاثنين مدربين عايزين يكسبوا، الاثنين مدربين عايزين يتاهلوا للدور النهائي.
المباراة شوطين، الشوط الأول النهاردة في أو الدور نفسه شوطين، الشوط الأول النهاردة في رادس في تونس، والشوط الثاني الجمعة الجاية إن شاء الله يوم 19 في القاهرة في استاد الرعب، استاد القاهرة. إن شاء الله النهاردة، إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي نتمنى له التوفيق، ونتمنى للنادي الأهلي الفوز في مباراة النهاردة، وأنا واثق إن النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا 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 إن شاء الله هيتمكن من هزيمة الترجي بإذن الله، ويضع قدما في الدور النهائي إن شاء الله، ولكن سوف تحسم الأمور زي ما قلت لحضراتكم في المباراة الثانية في استاد الرعب وسط أعظم جماهير في العالم، جماهير النادي الأهلي. خلصت كلامي، ولكن يبقى الكلام الفني مع ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا بعد الفاصل، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن أسامة عرابي، كابتن أسامة حسني، والكابتن أحمد بلال. انتظرونا.
يسلمك يا كابتن احمد. وحشني يا كابتن. والله وانت كابتن اسامه حسني. نورني يا كابتن. ازيك يا كابتن نايم؟ عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. تفائل خير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن علاء، النادي الاهلي بعد كاس السوبر اقفل على طول، والنهارده مباراه صعبه جدا 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 مع الترجي الترسي كالعاده، يعني اقفل على طول بعد السوبر، بس راح على حاجه من وجهه نظري هي حاجه اهم. اهم بكتير من كاس السوبر نفسه، مباراه السوبر نفسها، انك داخل على مباراه مصيريه ان شاء الله تكسب توصل للنهائي، وانت خسرت السنه اللي فاتت، فكل التركيز على المباراه دي، وبتلاعب فريق فريق كبير اسمه كبير جدا في افريقيا، وده اللي هتكلم عليه. مباراه النهارده ايمن، كان اول مره اتكلم الكلام ده، ليها شقين بعاد كل بعد عن بعض. شق بره الملعب صح، والشق جوه الملعب. بره الملعب يديك احق انك تلعب فريق ضعيف ناقص منه لعيبه كتير، مباراه سهله من غير جماهير بالظبط، فكل الـ كل الـ كل العناصر دي لو مش يعني لو وصل بطريقه غلط، لو كمان انت مش قافل على لعيبتك كويس بالزبط، وتوصل بطريقه غلط انت تقول عليها دي، هيحصل البدايه اللي ان شاء الله مش هتحصل النهارده ان شاء الله. لكن اللي عايز اقوله النهارده، فريق الترجي فريق كبير في افريقيا وفي تونس، فريق متمرس في افريقيا كويس جدا طبعا، فريق عارف دايما اسمه كبير، فاي لعيب بيلبس تيشيرت الترجي بيعرف قيمه التيشيرت ده، وبيلعب على قد امكانياته، لكن هو في حاجه مضمونه، روحه تبقى عاليه جدا. ادي نقطه. النقطه الثانيه والاهم، عدم وجود الجمهور النهارده في صالح الترجي عشان بيعمل عليه ضغوط في بعض الاحيان بالظبط. ليه؟ لان انت مش في احسن احوالك، ماشي في الدوري وحش جدا، ادائك ومباراتك السابقه جمهورك مش مطمن، فانت شلت عيب جامد من عليه. واحد يقول لي ازاي؟ في اوقات الجمهور بيبقى وسيله ضغط عليك مش صح، على المنافس، خصوصا المنافس في النادي الاهلي صح، متعود على الاجواء دي مزبوط. انا دايما بقول كلمه، النادي الاهلي لعب في اجواء في الرجاء مع اقوى جمهور في افريقيا بيساند فريقه صح، الرجاء، وده معروف على فكره، دي احصائيه معروفه، ولعب وعادي جدا والحمد لله. المباراه كانت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي خرج بيها لبر الامان، وطلعت تقابل الترجي. فعدم وجود جمهور النهارده انا بالنسبه للنادي الاهلي تمام تمام، بس تحت برضو شروط. بالنسبه للترجي عامل ايجاب النهارده، فريق مضغوط ولاعيبه مضغوطه وفريق ناقص، حتى نبيل معلول المدرب على حافه الهويه زي ما بيقولوا، ان هو مباراه النهارده دي مصيريه ممكن يقولوه صح، فدي ايمن مستنيها بفارغ الصبر فدي ايمن عوامل مش دوافع ايجابيه، دوافع مظبوط، دي مش عوامل انك تحس ان انت وحش، لا دي كلها تزود دوافع لفريق الترجي صحيح. لان كابتن نبيل معلول طبعا انا بحترمه جدا، وكان لعيب هايل ومدرب، انا بشوف ان هو مدرب دايما عنده فكر وبيعجبني كمدرب، لكن الترجي مش هو الترجي اللي تقدر تشتغل معاه. فالنهارده هيبقى تركيزه معدي ال 100 ان هو يطلع بمباراه تليق باسمه ومستقبله صح، واسم الترجي. دي مباراه بالنسبه له استعاده ثقه بالظبط. عارف ايمن ده احنا بنقول ايه، مباراه مصيريه بالنسبه للمدير الفني النهارده. ادي المدير الفني، فهتلاقيه ايمن النهارده محفظ لعيبته اللي موجوده اللي هو هيشتغل بيها مهما كانت الغيابات، زي ما بقول لك الترجي فريق كبير واكيد لعيبته كلها عارفه القيمه دي. مهما كانت الغيابات هيحضر فريقه النهارده ل 90 دقيقه، اخر 90 دقيقه ممكن يبقى هيوصلها لكل لعيبه عنده. دي كمان نقطه ايجابيه في مع الترجي. لعيبه الترجي النهارده ما فيش ضغط الجماهير اللي تخليهم قلقانين. فالنهارده هيأدي اقصى حاجه عنده بدون ضغط جماهيري، وعايز يستعيد اسم الترجي، يستعيد هيبته هو كنادي وكلعيبه، وان هو بعيد عن كل البطولات، فدي البطوله الوحيده اللي بينافس عليها. ادي عامل، ده العامل الثالث. كل العوامل دي في كفه، ونروح ان شاء الله بقى على لعيبه النادي الاهلي، دي حاجه ثانيه خالص. اللي انا متاكد منه يعني اكيد، عشان عارف تفكير النادي الاهلي وتفكير تفكير اللعيبه وتفكير المحاطين باللعيبه، اذا كان اداريا وفنيا، ان هو بيحضرك المباراه دي بعيد عن كل النقاط اللي انا اتكلمت فيها دي صح. بعيد ان ما فيش جماهير ما يلزمنيش مش مشكله، بعيد ان الترجي عنده نقص عددي مش مشكله، ده الترجي وعنده كبرياء الترجي او كبرياء البطل صح. كويس، بعيد ان المدرب عايز يبقى يعمل اقصى حاجه عنده تمام، لكن انت بقى كل ده كوم، انت بقى بتلعب على حاجه اقوى واقيم واعمق، انت بتلعب على البطوله، البطوله فبتلعب على البطوله، انت بتلغي كل ده مع الاحترام، تحطها كده برواز، الاحترام التام لفريق الترجي النهارده صحيح. احترام يعني لو النهارده فريق الترجي بيلعب كامل العدد
يعني في احسن حالاته انا النهارده بحترمه اكتر من الحاله دي. لازم النهارده احترام تام للترجي، 90 دقيقه تحترم الترجي كويس قوي، تصرف امكانياتك كويس قوي، تلعب ان انت تعمل نتيجه ايجابيه بس هو ده النقاط اللي ان شاء الله تخرجك النهارده ببر الامام بالمباراه دي. بمناسبه النتيجه الايجابيه، فاكر انت الكابتن جوهري لما كان يقول لك 0-0 اسوء نتيجه ايجابيه بره تعمل. ودي حقيقه فعلا 0-0 دي نتيجه سيئه بره مع دول شمال افريقيا. اه بالظبط، لا نتيجه مش مضمونه. ما فعلا الكابتن جوهري اكيد الله يرحمه كان عنده بعد النظر. 0-0 نتيجه سيئه بالنسبه لك طبعا. بتمنى ان شاء الله النهارده، لا ان شاء الله النهارده النادي الاهلي لو في عوامل معاكسه للترجي استخدمها لنفسك انت، ان شاء الله ترجع النهارده بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. تتوقع تغييرات النهارده كالعاده يعني؟ طيب ماشي. تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. كنا بنقول هيلعب بقى بثلاثه ولا باثنين، هيلعب بثلاثي في وسط الملعب: حمدي فتحي، مروان عطيه، واليو ديانج. وثلاثي المقدمه: حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. مره ثانيه: محمد الشناوي حراسه المرمى، محمد هاني، ظهير ايمن، علي معلول، ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وثلاثي خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطيه، اليو ديانج. وثلاثي المقدمه: حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. كابتن عادل، مباراة يعني في غاية الصعوبة برغم الظروف اللي قال عليها الكابتن علاء ميهوب، ولكن يبقى الترجي أحد الفرق الإفريقية الكبرى، ولما الكبار بيلعبوا بعض مهما كانت المستويات قبل المباراة لا تنعكس على نتائجها داخل ملعب جوه المباراة. أصعب حاجة إن يكون عندك الفرصة الأخيرة للترجي، فرصة إنقاذ الموسم، ودي حاجة مهمة قوي بالنسبة له. هو يمكن البطولات الجانبيه كلها او بطوله الدوري ماشي مش كويس، لسه الكاس، ولكن هو اهم نقطه عنده دلوقتي بطوله افريقيا اللي ممكن تخرجه بره الانتقاد اللي هو بينتقده. والحاجه الثانيه المهمه انه انت بتتكلم على فرقه متمرسه، فرقه قويه، مهما كان عندهم غياب كثير، يعني عندهم اهم لاعبين غايبين، ولكن في الاخر تقدر تقول ان هو فريق بيعرف يلعب في بطوله افريقيا كويس. الحاجه الثانيه بقى اللي انت عندك في النادي الاهلي، انت عندك شوطين، شوط هناك وشوط هنا. هتلعب اول مباراه على ملعب الترجي، في تغيير البطوله، تغيير الاهداف، تغيير الاجواء، السفر والضغط والاجهاد، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي متمرس، يعني حط كل دول وتساوي تمرس النادي الاهلي، متمرس في حته انه يسافر، اللعيبه تقدر تعمل مجهود كويس في المباراه دي، يقدروا تعمل لهم مستشفى كويس، يقدروا يرجعوا رجوع كويس للمباراه. ولكن نقدر نتكلم على الاهلي عايز ايه من المباراه. النهارده شفنا، انت لسه اتكلمت على التشكيل وهنتكلم عليه، ولكن بدايه تعرف هو كولر عايز ايه من المباراه كويس، وعايز يلعب شوطين. البطوله افريقيا مش بتاعت شوط واحد. ما فيش فرقه بتخلص في قبل النهائي في الماتش الاولاني. الحسم دايما بيكون الحسم دايما. يمكن لو عملنا نسب من اول الدور 16 بيبقى طريقه الحسم في المباراه الاولانيه ممكن تزيد تعلى، بتبقى مثلا 50-50 ممكن. لكن لما بتنزل الحسم في المباراه الاولانيه لغايه قبل النهائي بيبقى 10% او 15 او 20% بالكثير. ما تقدرش تحسم من الماتش الاول، محدش بيقدر. حتى لما بتكسب 3-4 لسه، احنا كسبنا الرجاء 3-0 عندنا هنا في المباراه اللي هي كانت في القاهره، كسبنا 2-0، رحنا هناك لسه ما حسمتش، لسه ما خلصتش، كانت النسبه تكاد تكون 25% انك انت حسمت هنا. ولكن في نهايه الامر انت بتتكلم على بطولة المفترض، ومباراة النهاردة المفترض اني في صالحك نسبيا. انت كلمت على على الجماهير، ان ما فيش جماهير ممكن تكون لصالح الترجي، لكن هي لصالحك انت اكتر. ليه؟ لانه انت عندك مجموعة من اللاعبين بقالهم فترة كبيرة قوي او بدأوا في كرة القدم بدون جمهور،
انت من 2011 لعبتك كل اللي في مصر، كل لعيبه مصر ما عدا اللعيبه المحترفين، منهم صلاح، منهم تريزيجيه، منهم اللي كانوا بيلعبوا في كامل العدد بره، ولكن انت من البلاد اللي تاثرت بحته الجمهور، وده جيل، انت بتتكلم على جيل، احنا مش بنتكلم على ان انا جيل لعبت نص وقتي مع الجمهور والنص الوقت تاني ما فيش الا في الدوري ده كله تلاقي عبد الله السعيد وتلاقي اكتر من لاعب محمد الشناوي، اللعيبه اللي هي سنها اكبر من ال 31 وال 32 سنه هم دول من اللي لعبوا، ف بتبقى في صعوبه شويه حته انك انت تلعب بجمهور، لكن دلوقتي انت من غير جمهور، لو انت تخيلت نفسك تلعب مباراه عاديه ممكن تعمل، اللي بيفكرك انك بتلعب خارج ملعبك هو الجمهور، الجمهور الكبير، شفنا ال 50,000 بتوع استاد القاهره، هم اولا من اسباب مكسب النادي الاهلي، حتى في مباراه الرجاء هناك كان جمهورهم ضغطنا ضغطه كبيره قوي، ولكن في الاخر اقدر اقول لك في صالح النادي الاهلي النهارده انك انت تلعب الترجي بدون جمهور. جميل. صحيح. كابتن بلال هو نمره 3 اهو دلوقتي، يعني حاجة كويسة، كنا بنوصل لك بعد ساعة. الحمد لله. الحمد لله. تحدي جديد للنادي الأهلي ومباراة خارج الديار مع نادي الترجي في عقر داره، ولكن النادي الأهلي ليه هدف واحد زي ما قالوا كابتننا، وبيبحث دايما عن الفوز، وهدفه البطولة رقم 11 إن شاء الله. ده أكيد يا كابتن، خاصة إن أنت الأربع سنوات الأخيرة أنت دايما في النهائي، تمام؟ الموسم الماضي يمكن حصل بعض المشاكل كده والنادي الأهلي تأزم الحقيقة، وما كانش فيه نوع من أنواع الفير بلاي، إنك بتلعب مباراة على أرض محايدة طالما هتلعب مباراة فاصلة نهائية. يعني هي لو كسبنا النهاردة إن شاء الله هتبقى السنة الرابعة على التوالي بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. فعايز أقول لك إن النهاردة أنت بتلعب على طموح، أنت عندك طموح كبير، طموح كبير إنك تاخد البطولة، تمام؟ خاصة أنت الفريق الأكثر حصولاً على البطولات، الفريق الأكثر وصولاً للسيمي فاينل، الفريق الأكثر وصولاً للفاينل، الفريق اللي بياخد بطولة، الفريق اللي عنده طموح دايماً، الفريق المتغلب على السيد إفريقي زي ما يقول، ياخد كلمة كابتن علاء مايوب، والأهلي هو بطل أبطال إفريقي أو سيد إفريقي. فالنهاردة أنت كل أهدافك انك عايز توصل انك تاخد البطوله، فبالتالي عندك عقبه اسمها فرقه الترجي، وخد بالك وطبيعي جدا كل السيمي فاينل كل مباراه السيمي فاينل هتقابل فرق كبيره بقى، فرق محترمه، فرق بتلعب بتاكتكس، تمام؟ اذا كانت فرق مثلا من جنوب افريقيا، الفرق اللي عندها كره ومهاره، او الفرق بتاعه شمال افريقيا اللي بيلعبوا بمخهم بيفكروا كويس. يعني نادرا لما هتقابل فرقه يعني وسطيه، مش يعني قليله. هو كسبان هيلاعب الكسبان من الوداد وصن داونز اكيد. خلاص يعني خلاص حسب طبعا اكيد يعني. فالنهارده انت بتلعب الترجي بره ملعبك، يعني بتلعب من غير جمهور، تمام؟ ده بالنسبه لك ممكن يكون شيء ايجابي مش سلبي، يعني لان انت مش هيبقى عليك ضغوطات طول المباراه، مش لما هتمسك الكوره هتلاقي الجمهور بيهيص عليك، وتلاقي والحماس ممكن يبقى موجود عند فرقه الترجي زي ما الكابتن علاء قال، ممكن يكون عليهم او ليهم النهارده ان هم يلعبوا من غير جمهور، ممكن، خد بالك وارد. لما النتائج بتبقى سيئه بيبقى طبعا عدم وجود الجمهور بالنسبه للعيبه ده كويس، شيء ايجابي على فكره مش سلبي. هي على فكره البدايات دايما بيبقى الجماهير ليها عنصر فعال في البدايات، اكيد في اول 10 دقائق اول ربع ساعه، لان زي ما الكابتن علاء وابتديت تلعب. لو تفتكر من 3 سنين كنا بنلعب برضو الترجي هناك وتقريبا تعادلنا 1-1 لا 2021 كان هدف 21 الكره اللي احنا كسبنا 1-0 هناك بتاع شريف، وكسبنا هنا 3، وقعدت تنقل الكره الموسيماني وتنقل، الجمهور كان معاك، كان بيسقف لك، كان بيسقف للاهلي عشان الاداء كان جيد ساعتها. كان موسيماني غير طريقه اللعب من 4-3-3 او من 4-3-2-1 ل 3-4-3، غير طريقه اللعب ولعبنا بطريقه مختلفه، وكان محق هو في الوقت ده او في تغيير الطريقه يعني. النهارده فرقه الترجي برده فرقه عندها قدرات، يعني فرقه بتصل للنهائي، فرقه برده متمرسه كابتن ايمن، برغم الغيابات مش فرقه برده قليله طبعًا. النادي الاهلي برده عنده غيابات، تمام؟ مش ما عندوش النادي الاهلي عنده غيابات، النادي الاهلي برده مر بمراحل صعبه جدا في افريقيا، اوقات كثيره جدا كان بيبقى عندك لعيبه مصابه ولعيبه مش موجوده ولعيبه واخده موقوفه ولعيبه يعني مطوله في العلاج، كان في حاجات برده بتعكسك كتير، ولكن كنت برده بتقدر تصل للنهائي وبتقدر تكسب عشان انت النادي الاهلي المتمرس واللي عنده خبره في المباريات النهائيه. مباراه النوك اوت محتاجه صبر شويه، محتاج انك يكون عندك صبر يا كابتن ايمن، محتاج ان انت ما تستعجلش، محتاج ان انت دايما يعني كل ما الوقت عدى على الفريق صاحب الملعب كل ما انت حطيته في ازمه،
كل ما ابتدى يبقى عنده الضغوطات تزيد عليه اكتر، كل ما ابتدى يعني يحس يعني كل ما الوقت يعدي السربعه متسربع شويه، عايز يجيب جول، عايز يسجل هدف، كل ما ابتدى الاداء بتاعه مش جيد. فطول ما النهارده الوقت بيعدي وانت ماسك الكره ومستحوذ وادائك الفني جيد، طول ما النهارده انت بتحط فرقه الترجي تحت ضغط كبير جدا. اه فرقه كبيره، فرقه قويه، وخد بالك هم بيعرفوا يلعبوا بره ملعبهم افضل من جوه ملعبهم. يعني في الاونه الاخيره خد بالك ده برده من الضغط اللي بيحط الجمهور عليه. فالنهارده ممكن مباراة زي كده جوه ملعبه بدون جمهور هيعتبرها مباراة خارجية، فممكن يأدي فيها بدون أي ضغوطات. تمام؟ عندهم مدير فني فاهم كويس، عارف طبيعة النادي الأهلي، هو عارف كويس وبيلعب مين، أكيد محضر بشكل جيد، أكيد يعني هو عارف النادي الأهلي يعني بيتحرك بيلعب من ناحية الشمال ودي جبهة مهمة جدا بالنسبة له، عارف حسين الشحات بيتحرك إزاي وبرستا ونقطة قوة كبيرة جدا وثلاثي الأهلي، هو أكيد عارف الكلام ده وقرأ الكلام ده بشكل كويس. الفكرة كلها كابتن أيمن النهاردة إن إزاي لعيبة الأهلي النهاردة هيقدروا يستغلوا المهارات الفردية بتاعتهم، وإزاي يتحركوا في الملعب، وإزاي النهاردة يقدروا يستغلوا كل الفرص اللي هتتاح ليهم النهارده في الملعب. دي نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن، لان النهارده خد بالك قد ممكن يكون مباراه الفرصه الواحد، وممكن تكون مباراه خد بالك سلبيه بدون فرص. انت تلاقي برضو فرقه انا اعتقد النهارده الترجي هيبقى حريص شويه، هيبقى قلقان شويه، ممكن ما يفتحش الجيم بشكل كبير، يعني ممكن ما يلعبش الاهلي النهارده جيم مفتوح، يخاف من السرعات بتاعه النادي الاهلي. انت عندك سرعات حسين الشحات، وعندك بيرستاو، عندك كهربا برضو عنده سرعه، وعندك ثلاثي في نص الملعب بينقضوا بشكل كويس. تمام؟ وبيلعبوا الكرة السريعة، فانت النهاردة التحول عندك هيبقى سريع جدا، فهو يخاف النهاردة يلعب جيم مفتوح من وجهة نظر، يخاف يفتح الجيم فيتأثر هو، خاصة هو عنده قلبي دفاع عندهم مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، وممكن في أي وقت من الأوقات الثرو باسز اللي من القلب تترجم الأهداف. فالنهاردة أعتقد إن الترجي ممكن يبقى حريص شوية، يلعب على المهارات الفردية بتاعت اللعيبة اللي عنده، عنده بن رمضان، عنده محمد علي بن رمضان، وعنده محمد علي بن حمودة وأنيس البدري، دول لعيبة عندهم مهارات وبيقدروا يلعبوا على الجول بشكل كويس. واحد مسجل أربع أهداف والتاني مسجل ثلاثة، وأعتقد أنيس مسجل هدف أو هدفين. أنيس قاعد احتياطي النهاردة عندك، هنقول ممكن أنا ما أعرفش، بس دول يعني من اللعيبة الجيدة اللي بتعرف تسجل أهداف. تمام؟ فممكن يلعب إن هو يستغل المهارات الفردية بتاعت اللعيبة، وده في الأغلب الفرق اللي بتبقى عندها مشاكل فنيه يا كابتن ايمن بتشتغل على الحته دي، اشتغل على التنظيم الدفاعي الجيد ويعتمد على المهارات الفرديه للعيبه اللي موجوده في الخط الامامي. يعني معظم المدربين بيفكروا بالفكره بحيث ان هو ما يديش الاهلي المساحه انه يشتغل فيها ويعمل الباس بتاعته واللعيبه تلاقي المساحه فتتحرك بشكل كويس ويعمل الدبل باس والمهارات واحده ضد واحد وروح على الجول، عشان يقفل الحته دي بشكل كويس، والناحيه الثانيه يستغل الهجمات المرتده السريعه، او يعمل لك هو كمان فخ يقول لك اسيب الاهلي يستحوذ النهارده والاهلي اللي يفتح الجيم وابتدي انا اشتغل على عكس زي ما انت في بعض الاوقات بتعملها مع بعض الفرق. فالمباراه النهارده اعتقد مش هتبقى مباراه سهله، هتبقى مباراه صعبه، مباراه تكتيكيه بشكل كبير جدا. اتمنى ان شاء الله الاهلي النهارده يقدم مباراه جيده باذن الله. وتاكيدا لكلامك هنقول لتشكيل الترجي، تشكيل الترجي على الورق بيلعب 4-4-2، بس هو ما بيلعبش كده، بس هو فعلا مكثف زياده العدديه في نص الملعب. وتاكيدا لكلام الكابتن احمد بلال، تشكيل الترجي النهارده هيبقى الصدق الدبشي لحراسه المرمى، ورباعي خط الظهر محمد بن علي ظهير ايمن، محمد بن حميده ظهير ايسر، وقلبي الدفاع ياسين مرياح، محمد امين توجاي، ورباعي خط الوسط رشاد العرفاوي، محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي، ومعتز الزدام، وثنائي المقدمه صابر بوجرين، محمد علي بن حمودة. مرة تانية، الصدق الدبشي لحراسة المرمى، محمد بن علي ظهير أيمن، محمد بن حميدة ظهير أيسر، ياسين مرياح ومحمد أمين توجاي قلبي دفاع، ورباعي خط الوسط رشاد العرفاوي، محمد علي بن رمضان، فوسيني كلوبالي، ومعتز زدام، وثنائي المقدمة صابر بوجرين ومحمد علي بن حمودة. احتياطي النادي الأهلي ما قلناهوش ولكن هنقوله سريعا، علي لطفي لحراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ومحمود متولي واحمد القندوسي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، احمد عبد القادر، ومحمد شريف. دكة قوية جدا 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 النهارده للنادي الاهلي، وقد يكون لها يعني مفعول السحر الشوط الثاني ان شاء الله. كابتن اسامة، مواجهة صعبة، مواجهة قوية، مواجهة تقلق، انت اصلا قلقان، وانا بحاول ان انا اديك شويه قبل الماتش، ولكن انت بتقول لي ربنا يستر ان شاء الله.
مباراه الاهلي والترجي دايما بتبقى مباراه صعبه، ملاش مقاييس. اه طبعا ديربي شمال افريقيا. الترجي فرقه كبيره، فرقه قدرت تاخد بطوله افريقيا سنين قبل كده، عندهم كابتن نبيل معلول درب منتخب التونسي، مرن فريق الترجي قبل كده، اشتغل في الدوري القطري، عنده خبرات كبيره ومتمرس برضه في افريقيا. صحيح. اه الظروف فرقه الترجي مش في افضل حالاته الفتره السابقه، اخر ماتشين في الدوري التونسي خساره، ضغط جماهير عليه على لعيبه كبير، وزي ما الكابتن علاء قال النهارده يعني برضه ان اللعيبه مباراه الاهلي مع الترجي بتلعب من غير جماهيرها، ده في حد ذاته للعيبه افضل. لو الفرقه ماشيه بشكل كويس كان جمهور الترجي هيمثل قوه كبيره. صح. لفريق الترجي زي ما شفنا قبل كده، لكن صعوبه المباراه انك انت بتلعب مفيش جمهور، وده اريحيه للعيبه. لو كان الجمهور موجود كنا هنشوف بيستعجل اللعيبه على الفوز وكان هو اللي هيضغط اللعيبه، لكن النهارده عندهم اريحيه. الترجي في الدوري التونسي خلاص يعتبر بنسبه كبيره بعيد عن اللقب. مظبوط. فالنهارده هي دي البطوله الوحيده اللي متمسك بيها. صح. سواء كجهاز فني الكابتن نبيل معلول. صح. عشان دي فرصه البقاء ليه في الترجي، او كلاعبين لاثبات الذات، خاصه كانوا ماشيين بشكل جيد خلال البطوله لكن تأزمت الامور في الجوله الاخيره. المباراه الاخيره قدر يكسب فرقه الجزائر بره ملعبه 1-0. اه بالظبط. فالنهارده انك تكسب بره ملعبك يبقى فرقه كبيره، فرقه مش سهله. الفرق الكبيره بتبان في خاصه في المباراه اللي بره ملعبها كمان. فالنهارده كسب شيمت القبائل بره ملعبه 1-0، اتعادل في ملعبه 1-1. الظروف اللي حصلت في احداث وحصلت ممكن خرجت اللعيبه بره تركيزها وتوقف المباراه ساعه الا ربع، فده ممكن افقد اللعيب. لكن الاهلي والترجي مباريات كبيره، مباريات بتحسم بالتفاصيل الصغيره. مظبوط. صحيح. النهارده يعني سريعا وحضرتك بتقول هنتكلم فيها فنيا بقى بعد كده التشكيل ان شاء الله. طيب. ولكن مستر كولر واللعيبه، يمكن مستر كولر والشناوي امبارح قالوا في المؤتمر وكان قبلهم الكابتن سامي قمصان، قال احيانا الكلام دوت اللي هو يعني ايه بيبقى خدع، ان فريق الترجي بينقصوا بعض اللعيبه المؤثره، فريق الترجي بيلعب من غير اهم عنصر من عناصره النهارده اللي هي الجماهير، ولكن يبقى دائما فريق الترجي فريق كبير. نادي طبعا. الاهلي، نادي الاهلي زي ما قالوا كباتنا يعني مش هيهدى، الامور بالنسبه له دي تعتبر زي ما قال الكابتن علاء والكابتن بلال، لا بالعكس ده الامور دي بتدي دفعه كبيره جدا 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 لعيبه الترجي طبعا، خصوصا ان الجمهور برضو طبعا الجمهور عامل ايجابي ولكن في بعض الاحيان وخصوصا لما الجول بيتاخر شويه في دول شمال افريقيا بالذات بيبتدي الجمهور بيزوم على فرقته. فاعتقد برضو غياب الجماهير النهارده هي ميزه طبعا للعيبه النادي الاهلي، ولكن برضو هي ميزه بعض الشيء للعيبه الترجي. الفرق الكبيره يعني بخصوص الغيابات سواء في الاهلي او في الترجي، الفرق الكبيره ما بتوقفش على لاعب او اثنين او ثلاثه كمان، انك انت بيبقى عندك سكواد وعندك لعيبه كتير سواء على دكه البدلاء سواء في الملعب. شفنا المباريات السابقه اللعيبه سواء في مباراه السوبر امام بيراميدز او في مباراه الهلال او في مباراه الرجاء، اللعيبه اللي كانت تنزل تعمل فرق. فالدكه دايما بتصنع لك الفارق. لازم يبقى عندك دكه جيده تقدر لعيبه سواء بدائل ممكن تغير الشكل الدفاعي وتقدر تحافظ على المكسب، او تغير الشكل الهجومي وتقدر تحقق الفوز. صحيح. لكن مباراه الاهلي مع الترجي دي المباراه الاولى او الشوط الاول في تونس. اللي ادى الافضليه للنادي الاهلي في مباراه الرجاء كانت المباراه الاولى اللي احنا كسبناها 2-0 في مصر، ورحنا هناك قدرنا اللعيبه يبقى عندها قوه انك انت كسبان 2-0. علشان كده النهارده مباراه الاهلي مع الترجي اول شيء تفكر فيه كلاعبين وجهاز فني ما يدخلش فيها هدف. جول. دي اول نقطه ما يدخلش فيها هدف. طبعا الهدف بره ملعبي بيدي انذار ان شخصيه بطل، ان انا بلعب على البطوله، بيديك ثقه في المباراه ان انا بصعب مباراه العوده على الترجي. فعشان كده ده اللي اتمنى يبحث عنه النهارده لعيبه النادي الاهلي. اول حاجه مع محمد الشناوي وخط الظهر النهارده النواحي الدفاعيه تكون جيده جدا. مزبوط. النهارده الهجمات المرتده سواء بقى لحسين الشحات او بيرسي تاو او محمود كهربا او اللي هينزل الشوط الثاني هتظهر فرص. اتمنى استغلال الفرص النهارده ان تحقيق النادي الاهلي لهدف او تسجيل هدف بيصعب مهمه الترجي في مباراه العوده. حتى ولو كان هناك برضو التعادل الايجابي ميزه لصالحك على ارضك. اي هدف. صحيح. لو 1-1 2-2 واخطر نتيجه زي ما حضرتك قلت تبقى 0-0 تعادل سلبي. نتيجه بتيجي هنا الترجي بيضغطك لا قدر الله هدف تخش في حسابات ثانيه. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ما تدخلش فيها اهداف وقدر يسجل هدف يبقى شيء جيد باذن الله. باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا.
مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، تشكيل النادي الاهلي النهارده. الاول كنت اتوقع ان مستر كولر يلعب النهارده بنفس الطريقه 4-3-3، ولا كان عندك شك زي ان هو ممكن يلعب 4-2-3-1؟ لا انا متاكد ان 4-3-3. 4-3-3. طيب كولر في الغالب ايما خصوصا في المباراه الاولى بيحب يلعب 3 في نص الملعب، يعني قبل المباراه الثانيه ممكن يبقى 4-2، يعني ممكن بس احيانا ممكن يفكر في ان بعض الظروف النهارده تبقى صعبه على الترجي، فليه ما اطمعش في الجيم على فكره 4-3-3 دي تبقى هجوميه مظبوطه. ايوه على فكره خصوصا وجود حمدي فتحي. ايوه يعني بص اصل انت اما تاخد ايه في 3 في نص الملعب، فاول خاطر يجي على اي حد هو ليه بيلعب 3 في نص الملعب؟ 3 في نص الملعب دي انت يعني سيبك من شكل الفريق نفسه، لكن الاداء في الملعب هو اللي بيفرق. ما هو التنفيذ. الاداء والتنفيذ هو اللي بيفرق معاك. هل التلاته دول هيبقوا دفاعيين بس ولا في مهام هجوميه؟ وبعدين دايما احنا متفقينها في الاستوديو الحمد لله ان كولر عنده وسط ملعب السنه دي يعمل منه اي حاجه هو عايزها. صحيح. ودي ميزه على فكره، دايما المدير الفني المحظوظ بيبقى عنده الاختيارات كده كتيره في نص الملعب. يعني نص ملعبك السنه دي ما شاء الله اللي انت عايز فيه نص ملعب موجودين. صح. 4-3-3 4-2-3-1 اللي انت بتفكر فيه، كل لعيب عنده المستين. النسب متفاوته، لكن انت ما عندكش مشكله في نص ملعبك. الفريق ما عندوش مشكله في نص ملعبه ايمن، تاكد ان هو في امان تام. نص ملعبك ده هو 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 حياتك عامه. فالنهارده التشكيله دي ما تخوفش، بالعكس انت دي تضمن انك سيطرت على نص الملعب. خصوصا النهارده ده الهدف الاول. النهارده كولر اول تفكيره النهارده ان هو يبقى المسيطر، هو الفاعل مش رد الفعل. ازاي؟ لازم الاول تتحكم انت، تبقى انت متحكم في الكوره، لازم انت المستحوذ. يبقى انت عايز هدف نص الملعب، يوم نص الملعب كويس قوي، عندهم نسبه التمرير كويسه، الاستلام كويس، فانت هو ده النهارده مفتاحك. يعني المفتاح النهارده مش بدايه لعب من مثلا عند علي معلول ولا هاني، لا بدايه لعبك النهارده من نص ملعبك، ده المفتاح الاساسي اللي هيوصلك المناطق الخطر. نص ملعبك 3 دفاعيا ما شاء الله ممتازين، هجوميا النسب بتتفاوت، يمكن اولها بتقول حمدي فتحي وبعدين ديانج ومروان عطيه. خلاص خلينا في التشكيله دي. طبعا هو على الورق محطوط اليو ديانج في نص الملعب، كويس في النص في القلب، ولكن هو دايما بيلعب بمروان عطيه هو اللي في القلب. لا ديانج واخد الجنب اليمين. بس ديانج لما بياخد الجنب اليمين ما بيبقاش في افضل حالاته، لكن مفيد. لكن مش افضل حالاته ايه ايمن؟ في دايما في اخر لمسه. أي. هي دي مشكله ديانج. ديانج عنده مثلا انطلاق هايل، وعنده قوه هايله، قوه انفجاريه جباره. بس مشكله ديانج في اللمسه الاخيره دي. أي. اللي دايما يا اما متاخر فيها يا اما يديها حته زياده، لكن لو اتظبطت ما عندكش مشكله فيها بس خالص. لما بيجي من نص الملعب ومن القلب ومتقدم لقدام افضل لما بيجي من على الطرف. طبعا لان ديانج استحاله توديه على الطرف، لان مش كميرياته. وهي الميزه في المدير الفني، انا عارف امكانياتك ايه. أي. امكانيات ايمن غير عادل، غير اسامه، غير بلال، فانا باخد من كل واحد احسن حاجه فيه. هو ديانج يطلع على الطرف، لا يعني بص هيفقد كتير قوي من ديانج نفسه. لكن في نص الملعب وانطلاق من الخلف للامام في النص اللي هو مواجه للمرمى، لا تاخد شغل منه كويس جدا جدا كمان. وقبل كده دلوقتي بقى في حته كمان كويسه فيه، ان هو بدا يعمل حته الانطلاق من الخلف الامام، ان هو بيوصل جوه زي حمدي فتحي. فانت عندك مستين الوقت، عندك حمدي فتحي وديانج عندهم الحته دي. مروان وانت مغمض هو اللي على الدايره، مهما تكتب على الورق مروان هو لعيب الدايره الثابت اللي هو 6، ده اللي هيستنى. لكن النهارده بقول لك لا، انا التشكيل ده انا من وجهه نظري يعني مريح. مريح بالنسبه لي. عندك الاطراف قويه جدا، بيرسي توه، حسين الشحات، لو استلموا الكور في المناطق الخطر لا الاثنين صراع، عندهم دريبل كويس جدا. بيرسي تاو يعني عايش حاله ممتازه النهارده، بقى مقلق جدا لو استلم الكوره بس يفكر في الثلث الاخير ان هو يجيبها على الجول. بالظبط لسه اقول لك، يروح على الجول مباشره. ان هو عامه بيرسي تاو مش بيروحش على الخط، مش زي حسين في ميزه ان هو بيلعب على خط كويس قوي. حتى لما بيخش جوه بيعرف يلعب كويس. وبعدين في حاجه النهارده هتلاقيها كتير في الملعب من غير يعني متاكد منها انا. بص حسين لما بيمسك الكوره، حسين هيمسك الكوره هيقطم لجوه، هيخش لجوه، بيرسي تاو هتلاقيه راس حربه، هتلاقي ديانج او هتلاقي حمدي فتحي مكملين. هو ده النهارده كمان كولر بيلعب على دي الكام مباراه السابقه ايمن كتير قوي قوي. هو الاغلب ان حمدي هو اللي بيكمل، وحمدي، وهتلاقي ديانج كمان النهارده، وهتلاقي هتلاقي كمان بيرسي تاو النهارده. مع كولر برده كل واحد بيشوف المباراه قبل ما تبدا، هو شايف ان فيش جماهير. أي. وعارف ظروف الترجي، فهو هيضغط النهارده جامد، عايز يستلم، وعايز هو اللي يضغط لعيبه الترجي من البدايه. هو عايز
الامل هتلعب لفريق الترجي عايز من بدري يقول له لا النهارده صعبه. صعبه في ايه؟ امتلاكك للكوره، ضغطك القوي جدا على لعيبه الترجي، افقدوا الثقه. يعني مفيش جس نبض النهارده من كولر؟ كولر مش هيجس نبض النهارده لان هو عايز يدي رساله من بدري. لو عارف لو في جماهير لا كان هيهدى شويه لحد لكن النهارده كل واحد بيستغل كل الظروف اللي قبل. عشان كده بقول لك ايه، المباراه قبل ما تتلعب فيها متغيرات كتير قوي، وكل مدير فني هيلعب على المتغيرات دي. يعني كابتن نبيل معلول هيلعب على الترجي واسمه ولاعيبته، وهيران على لعيبته حتى اللي هم مش اساسيين. كولر لا، هيران على دوافع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل الحاجات العوامل السلبيه بالنسبه للترجي، لعدم مفيش جمهور والكلام ده كله. لا انا هاخده ايجابي ليا انا، ان انا افرض سيطرتي، ضاغط على الترجي، والعب على دايما ان انا اللي بدور على هدف. لو هو ده الفكر ان شاء الله بتاع كولر، لا هتبقى المباراه بالنسبه لك سهله، مش هتلاقي فيها مشاكل كتير جدا. لكن زي ما بقول لك ايمن، خليك انت الفاعل، وعلى قد ما اقدر انا مستحوذ على الكوره. طول ما فتره استحواذك على الكوره كبرت وطولت قوي، هو بيقلق اكتر لان هو على ارضه، هو النهارده بيدور على نتيجه تخرجه من كتله المشاكل اللي هو فيها، اذا كان مدير فني او لعيبه. صحيح. كابتن عادل، رايك في تشكيله النادي الاهلي، وكنت عايز اخد رايك كمان في الثلاثي اللي قدام. يمكن كان كلام كتر الفتره اللي فاتت على حسين الشحات، اذا كان هو بيعاني من اجهاد عضلي، والجميع توقع ان او تنبا ان احمد عبد القادر هو اللي هيبدا. رايك في مشاركه حسين الشحات من البدايه؟ هل حسين الشحات هو الافضل انه يبدا برغم الكلام اللي اتقال عليه، ولا جاهزيه احمد عبد القادر بتكون افضل من جاهزيه حسين الشحات؟ بس هو ما بيهمهوش مين يبقى موجود، عبد القادر او حسين، عشان الثلاثه نص الملعب. الثلاثه نص الملعب اللي عندك الديفندرات بيخليك تفكر كويس انك ممكن تحط محمود متولي لو سليم. لو سليم كنت هتحطه لو سليم، عشان بتلعب بثلاثه في وسط الملعب، وايهما اجهز في الاثنين، لانه مش عاوز واجب دفاع كبير بالنسبه للثلاثه الاماميين. ماشي. ليه؟ عشان الثلاثة الديفندرات، ده رقم واحد. رقم اتنين، طريقة اللعب أولا بتيجي في إيه؟ قوة الخصم اللي أنت بتلعبه. ممكن أنا لاعب فريق زي الترجي، ليه لاعب بثلاثة؟ مهما كان الترجي عنده إصابات، عنده غيابات، ولكن ده يبقى فريق كبير. فأنت بتلعب بالثلاثة بتأمن، بس تأمينك ده عشان أنت بتلعب بره ملعبك، علشان تأمن الحتة الهجومية والحتة الدفاعية. دايما نص الملعب الحته الهجوميه ازاي بتامن الحته الهجوميه؟ ده لما انا بخليك تعمل مثلا 50% دفاع و50% هجوم، اخليك تعمل 60% هجوم و40% دفاع، تزود بمعنى بزودك الحته، اقلل لك الحته الدفاعيه، لان عندي ثلاثه في وسط الملعب. صح. ودي حاجه مهمه قوي. اما الناحيه اللي هي بتتكلم على تاو وحسين الشحات، فهم في اعلى فتراتهم السنه دي. يعني كتير حسين، ممكن حسين يكون كان عنده شك في المشاركه شويه، لكن لما لقاه اكيد لقاه كويس تماما، مش هيلعب وهو مصاب طبعا، لقاه كويس والجهاز الطبي قال انه كويس. فحسين في الوقت ده الاهم، بالاخص انت محتاج حسين لما بينزل بيعمل حاجات كويسه، بس عبد القادر ممكن يبقى افضل بسرعاته، ياخد الكره ويروح على قدام، اللي هو انت بتتكلم على انا عايز انت بتتكلم على الشق الهجومي دلوقتي. ما انا بقول لك، ليه لعب حسين هو ما لعبش عبد القادر؟ علشان في التايم الثاني عبد القادر في الوقت الحالي اولا فورمه حسين عاليه قوي، اعلى من فورمه عبد القادر في الوقت الحالي، لازم نعترف بكده. ولكن احتياجك لعبد القادر في المباراه اللي بره، انك انت في اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، على اهدافك انت تكون كسبان، عاوز تاخد الكره وتروح الناحيه الثانيه، عبد القادر ياخدها لك بسرعاته، حسين بياخدها بالوقفه، بانه يعدي ويقف ويتحرك ويباصي ويتحرك. لا انا مش محتاج دي، انا محتاج العب على المرتدات، لاني اكيد لو الترجي انت جاي في جون هيهاجمك، فاكيد هتبقى في مساحات، المساحات عايزين سرعات، سرعات عبد القادر سريع عن حسين، سرعه عبد القادر اعلى من سرعه حسين، برستاو سرعته اعلى من سرعه اي حد، حتى في الحته بتاعت كهربا. يعني دائما انت تفضل بره تلاعب المتحرك اللي ممكن يجهد لك اللعيبه، ولا تلاعب الثابت اللي بيلعب على الجون؟ هو ايه اللي خلى يلعب كهربا مش محمد شريف؟ الثلاثه برضه بتوع نص الملعب.
الحته بتاع الثلاثه بتوع نص الملعب عشان ما يعملش مجهود كتير عشان يقف، يبقى قناص يلعب الكوره يجيب جول من الحاجات دي كلها. كده الثلاثه بتوع نص الملعب عليهم عيب كبير جدا. طبعا يا كابتن، ما هو في الوقت الحالي انت ايه اللي معليك عن الفرق في الوقت الحالي؟ واحد اسمه مروان عطيه في الوقت الحالي. ايوه. اللي هو ايه؟ اسهل لعب بيلعبه تحت كل كوره بيفسد الهجمات للفرقه الثانيه. صح. انا مش طالب منه دلوقتي انه يبقى فوتبولر يعني بليميكر يلعب ويباصي ويعمل، لا انا عاوزه يلعب السهل قوي يقلل اخطائه، وده بيعملها كويس لانه واقعي. انا بقول عليه لعيب واقعي جدا، اقرب واحد في وشه بيلعب الكوره، ده رقم واحد. رقم اتنين عنده الحاسه بتاعه الديفندر اللي بيعرف يقف وبيعمل سبورت لاي مكان بخطواته كويسه، وعنده ميزه تانية خطواته صغيره يقدر يروح للكره اسرع. يعني لو كان طويل القامه زي ديانج في الخطوات السريعه والطويله اقوى، ولكن ديانج في الحاجات اللي هي السبيد تيرن وانك انت تروح الخمسة متر دولم وبعدين ترجع، وتروح الخمسة متر دولم ترجع وبعدين انك تلف بالكوره زي ما قلت لك، دي صعبه فيها صعوبه، لكن في تشكيله كويسه. حاجه تانية مهمه، مين اللي يعمل لك الواجب الهجومي من الثلاثه في نص الملعب؟ بيعمل الواجب الهجومي، خلي بالك من النقطه دي يا كابتن كويس، حمدي فتحي بنسبة كبيرة بيعملها ازاي؟ حمدي فتحي بيعملها، لا الكوره تتفنش يجيب جون، لا تطلع بره، ما بيروحش بيعمل ريسك لانه يسيب نص الملعب. يعني فاهمني، في لعيب ممكن يروح يقف وبعدين الهجمه تيجي عليك مرتده، لا حمدي فتحي بياخد الكوره بالجري، ما بياخدش يستلم زي قفشه، زي القندوسي ممكن ينزل يستلم عشان يلعب او يروح هو بالكوره. أيوة. حمدي ما بيعملش دي، حمدي بيعمل الهجمه لا تتفنش الهجمه بره لجول. أيوة. علشان يرجع تاني مكانه. اما ديانج مش هيعملها، ديانج بيعملها لما يكون في مساحات ياخد الكوره ويروح ينطلق. أيوة. ولكن في اخر الامر مستر كولر لعب النهارده على فرقه الترجي، فرقه الترجي عندها لعيب كان مهم الهوني. كان مهم جدا الليبي. طبعا. عنده سرعات وعنده مهارته وعنده 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 غلان الشعلاني لعيب كويس برضه، ده من القوه اللي عنده عياد. ورياض بن عياد، ولكن انا بكلمك على المؤثرين قوي. فانت دلوقتي مستر كل العمليه امن، وبعدين المباراه احيانا انا ممكن العب بثلاث ديفندر زي ما بقول لك، ولكن مهاجمين. يعني مش المكان اسلوب هجومي ولا اسلوب اللعب. يعني النهارده مثلا محمد هاني لما يكون في ثلاثه ديفندرات يقدر يعمل الواجب الهجومي زي ما هو عايز. هو ليه بيعمل الثلاث ديفندرات؟ لان المتوقع ان علي معلول هيتمسك طبعا مليون ميه. حلو. لما علي معلول يتمسك هتلعب محمد هاني، هيطلع محمد هاني. ولو علي معلول راح هيروح مع مين؟ هيروح في الطرف الشمال مع حسين الشحات. تمام. لو اتضرب علي معلول، ما هو الثالث اهو حمدي فتحي اللي هيميل في الفترة، لو ما مالش هيميل منعم، وهيميل جنبه ياسر، وهيميل محمد هاني. ايوه. مفيش بره لا الاثنين الباكات بيطلعوا مع بعض في وقت واحد. لما في ناحيه اليمين يطلع لازم ناحيه الشمال يدخل يضم الا علي معلول. ايوه. علي معمول بتتعمل له منين علي معلول؟ بتتعمل له من السرد باكات. علشان كده كان كتير افضل مباراه، وراجع اللي انا بقوله لك ده كده، افضل مباراه علي معلول كان مع ايمن اشرف لما يلعب سيرد باك. صح. ليه؟ عشان ايمن اشرف بيبقى باك ليفت في لحظه. عشان كده انا بقول احيانا في لعيب انا ممكن احتفظ بيه عشان اصحح لعيبه تانيه كتير قوي. معلول كان مع اسمه اللعيب الافريقي اللي كان عندنا اجاييه. ايوه. كان جابها جامده جدا. كان جابها جامده ليه؟ لان اجاي محط بيعرف يطلع علي معلول. ففي حاجات كتير قوي النهارده الترجي عاملاها علشان توقف علي معلول. فيجب مين اللي يشتغل؟ محمد هاني. ولو محمد هاني في فورمة العاليه بتاعته، لو اخترق من القلب يتخطى بقى حته اللعب على الخط، يدخل من القلب، لو دخل من القلب هينفرد كتير، ولان هو فوتبولر وان شاء الله يجيبها لنا ان شاء الله، واتمنى ان احنا نكسب ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن كنا بنتكلم انا وانت على الثغرات اللي موجوده في دفاعات نادي الترجي، ويمكن اتمنينا ان احنا نلعب
بلاي ميكر او صانع لعب طبعا، وقلنا لو بدا بقفشه النهارده وفي ثغرات كتير جدا في قلبي الدفاع وفي مساحات ما بين قلبي الدفاع والظهير الايمن او الظهير الايسر في الترجي التونسي، ولكن تمسك مستر كولر انه يلعب النهارده ب 4-3-3، واعتقد ان هو حمدي فتحي هو اللي هيكون عليه العبء الاكبر دفاعا وهجوما. بص، هو مش تمسك ب 4-3-3، هو هي دي الطريقه اللي من هو شايفها من وجهه نظره الانجح في الفتره الاخيره. تمام، انت بتقيس الطريقه ازاي او انت بتعد فرقتك ازاي يا كابتن ايمن؟ انت بتشوف اللعيبه اللي موجوده الامكانيات بتاعتها في التوقيت الحالي. انا عندي مين النهارده مثلا في التوب فورم بتاعه؟ ببص على لعيبه خط نص عندي مثلا، انا بشوف مثلا حمدي فتحي لعيب في الفتره الحاليه من افضل اللعيبه اللي موجوده، بشوف مثلا هو شايف ان مروان عطيه من اللعيبه الجيده جدا اللي لا غنى عنها، شايف ان السوليه او اليو ديانج الاثنين هو بيستبدل فيهم، شايفه ان هم في حاله جيده بالنسبه له، فبالتالي ومش شايف ممكن يكون مش شايف ان احتياجه للبلاي ميكر تمام احتياج قوي، تمام احتياجه المجدي قفشه او القندوسي او اي لعيب من اللعيبه البلاي ميكر لعيبه رقم 10 ممكن ما يكونش شايف ان ده في الوقت الحالي محتاجه. ما هو مثلا يكون شايف ماتش السوبر المصري قدام بيراميدز هو لعب القندوسي، فكر في القندوسي. اه بس القندوسي ميد فيلدر بنكهه لعيب رقم 10، فاهم قصدي؟ لكن هو مش بلاي يعني هل هو بلاي ميكر اصلا؟ تمام، هل القندوسي دي الحته بتاعته ولا هو مثلا لعيب ميد فيلدر بيتقدم او لعيب يعني بيلعب على الدايره بس هو يعني بيميل للحته الهجوميه عشان عنده تصويبات وبيقدر يكمل ويقدر يشوط، والمباراه اللي فاتت عمل واحده كان ممكن يجي منها بنالتي والثانيه الاولانيه خد انذاره كان ممكن يروح ويسجل. فالنهارده هو الراجل شايف كده عنده قناعات ممكن يغير شويه، يعني مثلا ممكن زي ما انت بتقول هل النهارده حمدي فتحي هو اللعيب اللي ممكن يكون عنده تكمله في الحته الهجوميه؟ اه ممكن، بس خد بالك حمدي بيكمل امتى؟ وحمدي مش بلاي ميكر. أيوة. حمدي مش اللعيب اللي هيقف على مش هيقف تحت الثلاثه بتوع الثلاثه السترايكرز تمام او الاثنين الوينجرز والسترايكرز بتاعك ويقف يثبت تحتيهم ويبتدي يبص ويلعب واحده والثرو باس وبتاع ويروح دبل باس، لا هو بيتواجد في ال 18 في الكرات العرضيه تمام، بيتواجد في ال 18 اثناء الكرات الطوليه زي ما عمل في مباراه الزمالك مثلا، تمام اي كره عرضيه بتلاقي موجود، هو بيزق نفسه شويه في ال 18 عشان يعمل الكثافه العدديه ويكمل في الحته دي وبيعرف يستغل الهجمات كويس وبيعرف يسجل كويس، بيلعب نوع كويس. المره اللي فاتت سجل مباراه الرجاء سجل هدف هنا في مصر اداك اريحيه بشكل كبير. فحمدي من النوعيات اللي ممكن يكون له تواجد في ال 18 في الحاجات اللي زي كده، لكن هل هو بلاي ميكر؟ هل تقدر تعتمد عليه ان مثلا يمسك الكره ويلعب بالعرض ويباصي ويعمل ثرو باس ويروح واحد ضد واحد؟ لا. ومش دي طريقه الراجل في الوقت الحالي. تمام، ومباراه النوك اوت ما بتبقاش برده محتاجه كده، بتبقى محتاجه لعيب، بتبقى محتاجه انك تقفل بشكل كويس تمام وتستغل بعض الامكانيات اللي موجوده عند لعيبتك النهارده. يعني مثلا انت بتسال مثلا ليه عبد القادر ليه مش حسين الشحات ليه مش طاهر ليه وليه مش بيرسي تاو؟ عبد القادر عنده امكانيات والشحات عنده امكانيات، لكن انا كراجل النهارده مدرب مين اكتف على الجول اكتر؟ مين لو جات له فرصه ممكن يستغلها؟ مين اللي بيشتغل على الجول اكتر من التاني؟ ممكن يكون شايف ان الشحات في الاونه الاخيره هو بيشتغل على الجول اكتر بكتير من عبد القادر. انا عنده مواصفات تانيه مختلفه زي ما قال كابتن عادل، عنده سرعه وعنده مهاره يقدر يوصلك، لكن هل بيلعب على الجول احسن من الشحات؟ لا. من وجهه نظر الراجل ممكن يكون لا الشحات هو بيلعب على الجول افضل، فبالتالي ممكن يستغل بعض الفرص او يخلق لنفسه بعض الفرص في ال 18 اللي ممكن يسجل منها اهداف تمام في الحته دي. فممكن يكون ده فكر الراجل، هلعب بمين؟ هبتدي بمين النهارده؟ مين هيقفل بشكل كويس؟ طيب هل عبد القادر ولا حسين الشحات في الحته دي؟ لا حسين بيرجع ورا بيدافع، فبالتالي حسين ممكن يبقى مهم عندي في الحته الدفاعيه تمام، بيرجع وبيقفل بشكل كويس. لو انا كمان عايز استخدم علي معلول في الحته الهجوميه زي ما قال كابتن عادل تمام، عايز استخدمه، فبالتالي عايز واحد يبقى بيعرف يرد شويه، عايز واحد بيعرف يدافع شويه، عايز واحد لعب الحته دي في البدايه، لعب في البدايه طبعا، يعني انا معايا اوراق رابحه بره برضه. ما هو انت الماتش ده لحد 45 دقيقه انت بتعمل تشغل تاكتكس تمام، ايوه هتنجح فيه ولا لا؟ هتنجح انك تقفل بشكل كويس تمام ولا لا؟ نجحت انك تقفل بتبتدي تفكر انك تخترق، يعني رقم اثنين، انت مش رقم واحد من اول المباراه بتفكر انك تخترق، انت رقم واحد بتفكر انك تقفل كويس تمام عشان ما يتسجلش فيك هدف، فتبتدي انت
تفكر في بلان تانية مش موجوده تمام، او تبقى صعبه عليك، صعبه عليك مش صعبه على النادي الاهلي، صعبه عليك لان هتحول افكارك لافكار هجوميه، فبالتالي ممكن الملعب تبتدي تعمل له ستريتش تمام، يبتدي يبقى فيه مساحات، هو عايز كده، هو عايز يقفل ويسجل هدف من بدري، غلطه كره عرضيه كره ثابته، ويبتدي يخليك انت تمام تفتح الخطوط بتاعتك ويشتغل هو على هجمه مرتده تمام. دي في بعض الاوقات ان شمال الفرقه بيفكروا بالحته دي تمام. فانت المطلوب منك انك تقفل، انا شايف 4 3 3 مع الترجي طريقه مناسبه من وجهه نظر الشخصيه، بس لازم الثلاثه بتوع نص ملعب اولا استلام وتسلم يكون بشكل جيد، الكره ما تطلعش ما فيش ميس باص عليك، لان انت ميس باص خلاص هتتضرب تمام. ليه؟ لان انت برضو عندك خد بالك هما بيلعبوا باثنين وينجرز كويسين، لعيبه كويسه تمام، وبيلعبوا بواحد تحت الفيرود بيستغلوه في بعض الاوقات، محمد بن رمضان بيستغلوه كويس، هو بيصوب كويس وعنده مهاره كويسه. فالنهارده لا 4 3 3 بطريقه جيده من وجهه نظري، كهربا مكان محمد شريف برضو جيد لاستغلال بعض الفرص، انت برضو مش يعني كهربا بيجري يمين وشمال وبيتحرك وبينزل تحت وبيلعب مع اللعيبه مزعج يعني وموفق صح. والنقطه دي اتكلمنا عليها قبل كده كتير جدا، انك تلاعب لعيب موفق في بعض الاوقات افضل من انك تلاعب لعيب عنده امكانيات عاليه. مظبوط صحيح. طيب كابتن اسامه 4 3 3 و4 2 3 1، ولكن في ضوء التشكيل دوت ازاي بيفكر مستر كولر؟ زي ما قالوا الكباتن هي نفس طريقه اللعب، نفس الاسلوب، نفس الطريقه اللي لعب بيها في ماتش الرجاء، ما غيرهاش، هي نفس حتى العناصر الموجوده. ياسر ابراهيم مكان متولي طبعا عشان الاصابه الاخيره اللي كانت عنده في مباراه بيراميدز السوبر المصري، فياسر ابراهيم حتى لو متولي موجود وفي كامل لياقته كان احط ياسر ابراهيم نفس التغييره اللي عملها في الرجاء، عنده القوه بيقدر يجيد في الكرات العاليه، عنده ازاي يقطع الكوره، عنده القوه الدفاعيه. النهارده النادي الاهلي الاعداد بيبلغني ان في مطر في الملعب دلوقتي، في امطار دلوقتي، في امطار موجوده. طب كويس، ان شاء الله تكون امطار خير، خير بقى ان شاء الله باذن الله. الملعب كمان هيكون مبلول، تقدر لعيبه النادي الاهلي بتقدر تلعب والارض مبلوله فيها ميه، تعرف برضو تستحوذ على الكره وبتدي سرعه وريتم سريع في المباراه. فهي نفس الكلام اللي الكباتن قالوه 4 3 3 طريقه النادي الاهلي ما اتغيرتش، هي بس النقطه الوحيده النهارده كابتن ايمن نفسي لعيبه النادي الاهلي تتداركها، دي ما كانتش موجوده في ماتش الرجاء، خاصه في العنصر المهاجم بتاعنا كهربا اللي هي بقى كان في عزله في مباراه الرجاء، تحس انه كان لوحده، كل الكرات الطويله اللي كانت بتروح لكهربا سواء على الارض او عاليه هو في وادي لوحده والبيت وبترجع الرجاء تعمل عليك تاني، حطك في نص ملعب. النهارده لو كهربا اجاد الاستلام تحت ضغط، كل الكرات اللي بتروح له من علي معلول او محمد هاني كرات طوليه او عبد المنعم وياسر ابراهيم او نص الملعب لما بيحب يلعب له كره قصيره ويستلم واحد يكمل، لو كهربا وقف على الكوره وكان محطه جيده النهارده هنلاقي في راحه لعيبه نص الملعب. مباراه الرجاء لعيبه نص الملعب ما قدرتش تاخد نفسها طول 90 دقيقه صح. على طول انت في حاله دفاع، في حاله ان انا عايز اقطع الكوره، لكن في وقت عايز انا استحوذ على الكوره، تفقدها بسرعه كمان طبعا. هي حتى محمد شريف لما نزل الشوط الثاني برده كانت نفس المشكله عند لعيبه النادي الاهلي، عايز المهاجم اللي قدام يعرف يسيطر على الكرة علشان يديك الأفضلية أنك تقدر تطلع وتشتغل على الكرة التانية، خاصة عندك تاو في أفضل حالاته وحسين الشحات في أفضل حالاته، فإن شاء الله هيقدروا يعملوا مباراة جيدة. النقطة التانية طبعا لعيبة النادي الأهلي مروان عطية يكون هو قدام الاثنين المساكين. هنا كابتن بما أنك بتتكلم عن الفراودة يمكن دي مقارنة بين حسين الحاج محمود كهربا ومحمد بن حمودة. عدد مشاركات كهربا 6 مشاركات، بن حمودة 10، محمود كهربا 4 اهداف وحموده 3. الاهداف المتوقعه 1.5 1.5، الاهداف المتوقعه محمد بن حموده 3.7 3.7، محاولات على المرمى بين 3 خشبات كهربا 5 من 12 وبن حموده 13 من 23. طبعا ده فرق عدد مشاركات طبعا، ان ده مشارك في 10 مباريات كهربا في 6 مباريات، نسبه التمريرات هنا 73. فطبعا محمود كهربا يعني النسبه بعدد مباريات اقل فنسبه افضل طبعا بين حموده مهاجم الترجي، لكن هي دي النقطه اللي انا نفسي اتمنى النهارده ان محمود كهربا يقدر يشتغل عليها بشكل جيد، هي عمليه الاستحواذ على الكوره لما نشتغل الكرات الطوليه، انك انت في وقت من الاوقات بتبقى مضغوط، فانت النهارده علي معلول لما بيبدا يستلم خايف الكره تتقطع، لو عملت الباص القصير فابدا اعمل علق، عايز كهربا يبقى محطه دي هتفرق قوي، هيجي لك بيرسي تاو، يجي لك حسين الشحات، ممكن يجي لك حمدي فتحي من تحت ويكمل، فدي هتنقل لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه للترجي، الترجي بيلعب في الحاله الدفاعيه 4 3 3 زي النادي الاهلي، لكن في الحاله الهجوميه هتلاقي بيلعب 4
واحد 4-1. خلينا الاول بس في النادي الاهلي. دلوقتي هم زي ما قالوا الكباتن هيقفلوا على جبهه علي معلول. طبعا علي معلول نبيل معلول عارف طبعا مدرس النادي الاهلي وعارف ان قوه النادي الاهلي الهجوميه تتمثل في علي معلول. ده مفتاح هجومي. فالنهارده علشان كده حاطط محمد بن علي. ايه بقى في الجبهه؟ محمد بن علي باك رايت كويس، وحاطط قدامه معتز صدام، ده اللي هيبقى الوينج رايت قدامه، بالرغم ان معتز ده لعيب وسط ملعب مدافع، لكن حطه في الحته دي ناحيه اليمين عشان يقفل جبهه علي معلول، عشان يقفلها تماما. يبقى حسين الشحات هيبقى ليه شغل كتير جدا جدا النهارده. النهارده عندك حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، عندك انطلاقات حمدي فتحي. الانطلاقات اللي بتيجي من تحت بقى، خاصه الاثنين ياسين مرياح وامين توجاي، يعني برضو عندهم اخطاء دفاعيه. صح. لما نشوف الترجي في المباراه الاخيره حتى في اخر 15 دقيقه في المباراه بتلاقيهم بيفقدوا تركيزهم، ودخل في الترجي اهداف كتير. صح. فهي دي الثلاث نقاط، حمدي فتحي وانطلاقاته من تحت. هي دي طريقه هنا الترجي. هنا ادي ايه الترجي 4-1 4-1. دي الحاله، دي الطريقه التقليديه لنبيل معلول. لنبيل معلول غيرها في ماتش من الماتشين اللي فاتوا. حاول يلعب 3-5-2، ولكن كانت الاخطاء كارثيه. ممكن 3-5-2 دي يلعبها في القاهره مباراه العوده. يعني حسب نتيجه النهارده ممكن يلعب المباراه، لكن المباراه النهارده في الحاله الهجوميه الترجي 4-1 4-1. الواحد اللي بيقف في نص الملعب هو كولوبالي، ده لعيب وسط ملعب مدافع، ده اللي بيلعب. وبقى قدامه بقى رشاد العرفاوي بالرمضان، معتز الضام، وبوجرين، وطبعا المهاجم بن حمود. اخطر ما في الترجي هو بالرمضان. بالرمضان لعيب متحرر، لعيب متحرك في وسط الملعب، لعيب بيعرف يجيب هدف. انت اللي بيقلقك في لعيب نص هنا. بص لما غير طريقته 5-4-1. ده في دي لما غير طريقته. لما بدا يخسر وحب بالظبط كده، حاول ان هو يقفل شويه فلعب 5-4. لكن المباراه النهارده طبعا على ملعبه، عايز يعمل نتيجه جيده عشان مباراه العوده. صحيح. المباراه خاصه ان في تونس هي اغلب مباريات اسامه بتاع كابتن نبيل مع الترجي دايما كان بيعتمد على طريقه 4-1 4-1. ايوه مظبوط، دي الطريقه التقليديه بتاعته. حتى يمكن لما غيرها، بس اما 5-4-1 دي لما الامور تأزمت شويه. لو هنا يا كابتن مثلا 5-4-1 فعلا بيحبها على طول، بيلعب 4-1 4-1 على طول في كاس العالم. انا عارف هو كابتن نبيل الطريقه المحببه في اي فريق او منتخب بيلعبها، هو بيلعب 4-1 4-1 زي ما كان الاستاذ بيتكلم. نادر ما بيغير، لانه بيغيرها في جوه الملعب احيانا ل 4-3-3. دي بتبقى في الناحيه الدفاعيه، لكن الكوره معاك 4-1 4-1. علشان كده ساعات لعيبه وسط الملعب هيكون عليها دور النهارده في النواحي الدفاعيه. مروان عطيه ثابت في لعيبه النادي الاهلي بنسبه 100%. حمدي فتحي ممكن يجي له وقت انطلاق ويزيد، ممكن ديانج ينطلق وحمدي فتحي واقف مكانه. عشان كده دي ممكن تبقى هي المشكله اللي هتواجه فريق الترجي النهارده. بص يا كابتن علاء مثلا هنا، هو دايما لما بيكون ماسك الكره وهو مغمض، الرايت باك والليفت باك بص فين. يعني مثلا عندك الليفت باك فاتح هناك، الرايت باك داخل كمان جوه. شايف ازاي؟ ايوه شايف. دي برضو خلي بالك داخل فين، في الناحيه الدفاعيه اهو. ده الرايت باك. شايف الرايت باك اهو. ايوه فداخل كانه اللي ورا ده مهاجم. ده بيميل على فين؟ بص التاني الطرف الشمال فين. ايوه فتح ده بيميل جوه الحته الدفاعيه. خلي بالك الباك رايت النهارده لعيب اسمه محمد بن علي، ده لعيب خبره اللي كان بيلعب قبل كده بوشنيبه. ده لعيب صغير، كان على ما اتذكر مواليد 2003 او 2002، لكن النهارده هو حط عنصر الخبره. مزبوط. محمد بن علي عشان علي معلول، وحط قدامه طبعا صدام عشان يقفلوا الجبهه دي. مش هتلاقي عنده مهام هجوميه كتير يا اسامه. مين؟ هيقف هو الباك رايت محمد علي. هواجه الباك رايت هو. هل النهارده مستر كابتن نبيل معلول هيلعب 4-1 4-1؟ لا مش هيلعب كده. لا هيلعب ازاي؟ طريقه لعب النادي الاهلي هتجبره يلعب 4-1 4-1. هيلعب ازاي بقى؟ انا بص انا مأيد الشكل على الورقه. انت فاهمني؟ 4-4-2 او يلعب 4-3-3 بس بطريقه دفاعيه شويه. لكن 4-1 4-1 مع النادي الاهلي النهارده بالشكل ده او بطريقه لعب النادي الاهلي مش هتناسبه. كويس. نص الملعب هتاخد منه تماما، حتى لو عنده لعيب مميز زي ما احنا شايفين محمد بن رمضان. لعيب واحد مش هينفع يا ايمن. مهما كانت مهارته. وبعدين محمد علي بن رمضان ده خطورته فيه في التلت الاخير. ايوه. طب هي عشان الكره توصل للتلت الاخير لازم يبقى في حد في نص الملعب الكره توصل سليم، زي احنا بنقول دايما انت بتوصل للعيب اللي عندك المهاري او المهاجم الخطر عندك في احسن ظروف ليه. ما هو مش هياخد الكره من نص الملعب يعدي الناس كلها. لكن انت بتستغل كل
مميزاته صحيح فعلا في الثلث الاخير وفعلا من غير يعني مزبوط. يعني هي طبيعي بص من غير ما بص يعني هي طبيعي ايمن المهاجم او اللاعب الخطر عندك دايما احسن وقت ليه وطبعا ما شاء الله كلكم مهاجمين هو الثلث الاخير انا مش عايزك قبل الثلث الاخير هعمل بيك ايه الثلث الاخير ولا حاجه صح. لكن اللي انا محتاجه قبل ما توصل له الكوره اللي هتوصلك للثلث الاخير يبقى عايز نص ملعب عشان كده كولر النهارده الثلاثه اللي في نص الملعب زي ما بقول لك في بدايه الاستوديو استلام وتسلم النسبه بتاعته عاليه فانا ضامن ان الكره في الثلث الاخير هتروح في ظروف كويسه لحسين شحات وبيرسي تاو اللي تبدا مهمتهم هنا باي حد حتى لو عبد القادر هقول لك نفس الكلام لكن ازاي اسيطر على نص ملعبي كابتن نبيل النهارده كل تركيزه او كل همه النهارده انه ازاي يقفل مناطق نص ملعب النادي الاهلي والاجناب خصوصا علي معلول عشان كده النهارده بيلاعب لعيب خبره اللي كان بيتكلم عليه اسامه محمد بن علي مش هتلاقي مجهود كبير لكن هيعرف يقف يحاول يقفل المنطقه دي هو نبيل معلول مزبوط. عارف قيمه النادي الاهلي ولعيبته عشان كده مقفل عليك كويس قوي محترمك جدا مهما كانت المباراه على ارضه او مش على ارضه لكن هو محترمك جدا فبيحاول يلعب على نقاط الهجوم النقاط القوه بتاعتك انت وده على فكره ده اي مدرب في العالم بيعمل كده انا بلعب على نقاط قوتك انت ازاي اقفلها واستغل نقاط قوتي انا ازاي انا استغل نقاط القوه بتاعتي انا عشان كده النهارده هو انا مش مستبعد يلعب كده مش 4 1 4 1 دي النهارده مش هتفيده النهارده بحاله لعيبه النادي الاهلي لكن هو النهارده كل اللي هيعمله هيحاول يقفل نص الملعب باكبر كميه لعيبه ويحاول يقفل الاطراف بتاعتك كل بالي النهارده الشكل بتاع مروان في نص الملعب ما بيسيبش دايره السنتر ودايره لعبه من زمان جدا يا اسامه كلوبالي على فكره لعيب قديم قوي في الترجي طريقه لعبه طول عمره كده دايره السنتر بيقف عليها بيعرف يستلم ويستلم كويس لكن هو مجهوده قل شويه يعني مجهوده في نص الملعب بقى قليل شويه عشان كده هو نبيل عايز يبقى يعمل زي مسانده في نص الملعب لازم يبقى نص الملعب زحمه قوي عنده النهارده هيعتمد على القطع او الاخطاء بتاعتك في نص الملعب ويعمل هجمه مرتده وعنده ميزه النهارده لازم نخاف مش نخاف منها تحترمها كويس قوي الكره الثابته بالظبط بيعتمد عليها اعتماد كلي يا ايمن كل لان هو كابتن نبيل عارف ان الامكانيات مش عاليه قوي وعنده اطوال بس بص يا كابتن مثلا في الصوره اللي قدامنا هو عندهم مشكله في خط الدفاع عنده ان هو بيبصوا على الكره بس وما بيبصوش على المهاجم بص يا ايمن عنده ياسين بمرياح ومحمد امين اللي في القلب مشاكل دفاعيه جامده جدا 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 لو لعبت بطريقتك العاديه واستغلت انطلاقات حمدي فتحي وبيرسي تاو ممكن تاذي الترجي من المنطقه دي يعني بص الزياده العاديه هنا وبص الراجل بيستلم فين ما انا بقول لك هم عندهم مشكله جامده في المنطقه دي يعني ممكن تلاقي زحمه بس تلاقي ممكن واحد من الفريق المنافس بيستلم لوحده مزبوط. لكن هو زحمه لكن بلا فايده صح. يعني عشان كده بقول لك دايما المنطقه اللي هي المنطقه العاميه بيقولوا المنطقه العكسيه دايما عنده فيها مشكله خصوصا في القلب صحيح كابتن عادل يمكن من ضمن الاسلحه اللي بيعتمد عليها نبيل معلول الكرات الثابته هقول لك حاجه تانية. وعنده لعيب مميز كمان فيها محمد علي بن رمضان من معرفه بنبيل النهارده اول حاجه يعملها النهارده هيلعب اللعب الطويل هتشوف الترجي بس خلي بالك ده ممكن يعمله لو الاهلي ضغط عليه لا انا هقول لك حاجه الترجي من الفرق اللي بتلعب كوره على الارض وبيتحرك كويس النهارده هيلعب لعب طويل ليه علشان الثلاثه بتوع نص الملعب بتوعك رقم واحد رقم اتنين علشان يخلي الخطوره عند النص الثاني بتاعه لان هو خايف من حته سرعات بيرسيتاو وسرعات الناس دي كلها فهيعمل انكماش انا مع الكابتن علاء هيلعب 4 4 2 تماما لا هات لي الكره الاخيره اللي هي بتاعه الجول اللي دخل فيه في الافريقي اللي هو الكره العرضيه واحد في وسط 5 6 اللي هي الصوره اللي قبل دي بالظبط الصوره اللي قبل دي هو هيبقى عنده مشكله كبيره في السرعات سرعاته قليله يعني انت عندك ياسين مرياح وامين ومحمد امين عندهمش سرعه ولكن هيعمل ايه هيشتغل في الحته الدفاعيه ان هو مش هيخلي في مساحات للنادي الاهلي عشان ما يعملش مساحات للنادي الاهلي اول حاجه هيعملها لازم يلعب اللعب الطويل وهيبقى محمد علي بن رمضان هيبقى تحت المهاجمين كتير والكره الثانيه وهو الكره الثانيه ياخدها اما الكور الثابته بقى عنده كور ثابته مهمه جدا بيشتغل هو على بالظبط هو مميز في الكرات الثابته بس عنده مشكله برضه في التعامل في خط الدفاع مع كرات الثابته وعنده التمركز جامد الكرات العرضيه يعني بص هنا التمركز الدفاعي كله باصص للكوره بالظبط كده وكله ما بيمسكش مان بالظبط لانهم ما عندهمش سرعات عندهم حاجه كويسه بيعملوها في الكور الثابته عندهم الحته المركزيه اللي هم بيشتغلوا على الاطوال الحته الدفاعيه عندهم ما بيعرفوش يمسكوا عشان حركتهم بطيئه انت عشان كده بقول لك
اللي ممكن النهارده يجيب منهم كره ثابته جون مش واحد طويل، واحد زي محمد عبد المنعم بيروح للكوره، هم بيلعبوا الكره من اعلى نقطه لما تجيلهم لكن ما يهاجموهاش، عشان كده عندهم اخطاء كتير في الحته الدفاعيه، لكن الحته الهجوميه بتاعتهم في الكوره الثابته اللي بيحرزوا اهدافه بتبقى عندهم ميزه انه ما بيروحوش للكوره لانها بتتلعب عاليه جدا وبيردوها على ال 18 او بيردوها على الزاويه البعيده عشان حد يكمل او الاطوال بتاعتهم بتشتغل. كولوبالي السر عندهم، كولوبالي كان من اللعيبه اللي قديم جدا معاه. بص يا كابتن، دي صوره من ضمن الصور اللي هو دايما بعد الدقيقه 75 بيقل الاداء البدني بتاعه على حسب حاجه، على حسب النتيجه. يعني هو لما بيكون محتاج، لو راح للدقيقه ال 75 ومحتاج انه يعوض ومحتاج انه يجري ومحتاج انه يتحرك في مساحات كتير ومحتاج انه في مساحات، اللي بيحصل له بيبقى عنده، عشان عنده اطوال ما عندوش النمط الجسماني السريع الصغير اللي هو كان بيتمثل في انيس البدري، وكان عنده اكتر من لعيب بيشتغل في الحته دي، والهوني لما بيكون موجود بيقلل حته الضعف الجري او السرعه الانتقاليه في الفرقه كلها. هو دلوقتي عنده ثبات، حتى لعبه كله هتلاقيه النهارده قدام النادي الاهلي قوه وثبات والكره الثانيه ايوه طول الوقت. صحيح. ولكن في الاخر انت تكسبه بسرعاتك باذن الله رب. كابتن بلال، السيناريو المتوقع كالعاده في الشوط الاول من الفريقين؟ شوف يا كابتن، هو يعني بطبيعه لعب الترجي في الاوقات الاخيره هو فرقه بتحب يعني تضغط على المنافس بتاعتها في بدايه المباراه. برافو عليك. والضغط عليهم بالذات ما بيعرفش تعمل معاه على فكره، بيولد اخطاء كتير جدا جدا جدا. طبعا عندهم مشاكل كبيره في الحته الدفاعيه، لكن هم فرقه بيحب يحط الكره دايما في نص ملعب، في نص ملعب الخصم، وابتدي يضغط من البدايه. أي. عشان كمان يرهبك، ما خد بالك الحته دي مش بتاعت الترجي بس، الحته دي بتاعت شمال افريقيا كلهم. مزبوط. هو يحب يلعب الكره الطوليه، فتوصل يبتدي يضغط، تمام، يحاول بقدر الامكان اول 10 دقائق يبتدي يضغط في كل مكان بحيث ما يديش فرصه ليك انك تبتدي تستلم وتلعب ويبقى عندك اريحيه. بس بيبقى عنده مشاكل ورا، عنده مشاكل ورا لو قدرت يعني بص مثلا الصوره اللي معانا لما بيتضغط عليه، خلي بالك دي في بدايه المباراه، بص لما اتضغط عليه ده رايح انفراد. البط عندهم بط في الحته الدفاعيه بشكل كبير، يمكن التنظيم الدفاعي نفسه. كابتن عادل اتكلم على حته هم يعني ليه بيلعبوا كويس في الكرات اللي ليهم وليه وحشين في الكرات اللي عليهم. انا النهارده عندي نقطه بستغلها، نقطه الطول، تمام، فببقى في الحته الهجوميه مميز جدا، في الحته الدفاعيه مميز في مكاني. أيوه. تمام، لكن لما الكرات بتتلعب كرات عرضيه اللي هي الكره مش الكرات العاليه. أيوه. الكرات العرضيه ضعيف التعامل معاها، وعندي مشاكل فيها كبيره جدا. هم عندهم بطء في الحركه. كويس. تمام، حتى الهجمات اللي انت شفتها كابتنيا كلها سرعه، يعني كل المهاجم بتاع كان بيلعبوا الافريقي استلم الكوره من ايه، من نص ملعب، وصل بيها لحد 6 يارد. تمام، هم الثلاثه في الاخر بيقابلوه. أي. وصل لحد 6 يارد. تمام، انت متخيل؟ فده معناه ان هم عندهم بطء، يعني هو عندهم بطء في ما عندهمش سرعات، فبالتالي انت تقدر تستغل الاطراف بتاعتهم بشكل كويس. لان هم برده من الفرق اللي عاملين زيك بالظبط في الحته الهجوميه، بيعتمدوا برده على الباكين بتوعهم، بيحبوا يحضروا زي ما انت شفت في الصور اللي احنا شفناها. لكن لو ضغطت عليهم من البدايه بالشكل ده، خد بالك الباكين دايما طايرين. صح، فعنده مشكله في الكره في الهجمات المرتده. صح. عنده مشكله في الاطراف. انك انت لو النهارده مثلا كهربا في وقت من الاوقات او حسين الشحات في وقت من الاوقات، انت دايما يبقى عندك اثنين، واحد متطرف واحد متمركز. لو اشتغلت على دي بشكل كويس هتقدر تروح للجول واحد ضد واحد او اثنين على واحد او اثنين ضد اثنين، هتقدر تروح للجول كويس. مستر كولر هيفكر بالضغط من البدايه، ضغط العالي. شوف انا هقول لك على حاجه، انت بوجود يعني ثلاثه في نص الملعب، تمام، مع النادي الاهلي مع الثلاثي الامامي، يعني ممكن تعمل الحته دي. لكن هل ممكن الاهلي يعملها؟ ما اعتقدش ان مستر كولر في البدايه ممكن يبتدي يضغط من قدام، ما اعتقدش. لا، ممكن ان هو يلعب في نص ملعب ويبتدي يعني ياخد الجيم واحده واحده. خد بالك مستر كولر برده مش متسرع قوي، يعني مش من بدايه الجيم عايز يروح، الا اذا كان انت لا قدر الله مغلوب او بتلعب على ملعبك او متعادل بره ملعبك وجاي تلعب هنا في القاهره. لكن انت مباراه بالنسبه لك انت الخصم هو اللي مضغوط. أيوة. يعني انا لو انا بفكر من مستر كولر، انا كل دقيقه بتعدي الخصم هو اللي مضغوط مش انا، فبالتالي انا التامين بتاعي في نص ملعبي على استغلال
المشاكل الدفاعيه اللي عندهم على المساحات اللي هتتاح للاعيبه النادي الاهلي من على طرفين الملعب انا ممكن استغلها بشكل كويس جدا. وكل دقيقه بتعدي هو اللي مضغوط، هو اللي عايز يفتح الملعب اكتر، هو اللي عايز يبقى عنده مساحات اكتر عشان يشتغل في الحته الهجوميه، فهيسيب على حسابها مساحات في الحته الدفاعيه. تمام، فبالتالي انت ممكن تستغل الحته دي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن اسامه، دايما او غالبيه مباريات الاهلي والترجي بيبقى فيها اهداف، تتوقع اهداف مبكره ان شاء الله؟ اتمنى ان شاء الله هدف للنادي الاهلي، خاصه لو هدف بيسهل المهمه عليك بشكل كبير مباراه العوده. اخيرا بس عشان وقتك، اتمنى التوفيق برضو للحكم النهارده، حكم كيني مش معروف قوي اسمه، مش كبير في التحكيم الافريقي. صحيح. لكن مصطفى غربال عنده حكم فيديو، حكم فار، لكن يعني مباراه الاهلي والترجي بدون جمهور اكيد ممكن تبقى سهله واهدى شويه على حكم المباراه. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، ونتمنى التوفيق ايضا للنادي الاهلي، تحقيق الفوز النهارده ان شاء الله، ويضع قدما باذن الله في النهائي، ويستنى بقى الشوط الثاني في القاهره باذن الله، اللي هي هتبقى موقعة الحسم في استاد الرعب وسط الجماهير الاهلاويه العظيمه. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.